السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي. ومساك الله بالخير فواز. مساك الله بالخير لولو، يا مرحبا فيك، وسعداء جدا بوجودنا اليوم في هذا البرنامج، برنامج مجتمع واعي. وسمحوا لي يعني أنا بقدم تحية لمن؟ تحية لأولئك الأنقياء، جنود الوطن الأوفياء اللي هم في الصفوف الأمامية وملتزمين بالمسؤولية الإنسانية قبل أن تكون وطنية. تحية للمتطوعين، وتحية للكوادر الطبية، تحية للإعلاميين على رسائلهم التوعوية، وتحية لقوة الدفاع ولوزارة الداخلية، وما ننسى جهود وزارة التجارة ووزارة الخارجية. أنا اليوم شخصياً أشعر بالاعتزاز والفخر بأبناء البحرين، الله يخليهم دائماً ذخر لهذا الوطن الغالي اللي بإذن الله وجودكم كلكم دائماً بيكون العالي. يا الله، فعلا هم يستاهلون الشكر، وان شاء الله يا رب انكم ما نسينا احد في هذا الشكر. واكيد في العالي ولا انطفى نورك البحرين. بالفعل فواز، كلمات الشكر والثناء ما توفيهم حقهم. الله يعطيهم الصحه والعافيه يا رب، ويقدرهم على مواصله العطاء لين ما ننتصر باذن الله على هذا الوباء. واليوم كلنا نقدر ان نحط يدنا في يد بعض، ونحط يدنا في يد الموجودين في الصفوف الأمامية بعد، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية اللي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا. اللهم آمين، إن شاء الله كلنا نبتعد من هذا الفيروس ويبتعد هذا الوباء. لابد، عشان يبتعد الوباء لابد من الالتزام، لابد من لبس الكمام وغسل اليدين باستمرار، وما زلنا نأكد وبإصرار على ضرورة البقاء في البيت والخروج بس للضرورة. إجراءات بسيطة جدا لكن تأثيرها كبير على المجتمع في رحلة القضاء بإذن الله على هذا الوباء والحفاظ على مكتسبات الوطن التنموية ومواصلة البناء والتطور. لذلك لابد من الالتزام وعدم التهور وعدم الاستهتار للسيطرة على الانتشار. صدقت يا فواز، والله يحفظ البحرين وكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة. مشاهدينا خلكم معنا وتابعوا فقراتنا المتنوعة اليوم وكل هذه بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا، ونبدأ معاكم في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث أصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أصدر توجيهات سموه الكريمة للجنة أو للجنة التنسيق والمتابعة لحملة فينا خير المعنية بتوزيع المساعدات لدعم الغارمين بمن صدر بحقهم أحكام قضائية من المعسرين والمتعثرين ضمن مشروع فاعل خير بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى سيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس لجنة تنسيق الجهود والمتابعة المعنية بتوزيع المساعدات في الحملة الوطنية في النخير، أكد أن هذا الدعم يأتي ضمن المرحلة الثالثة من لجنة التنسيق والمتابعة لحملة في النخير المعنية بتوزيع المساعدات، حيث اعتمد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حزمة من المشاريع اللي تصب في مصلحة المواطنين والمتضررين من جائحة كورونا بميزانية تتجاوز 17 مليون دينار. وفي خبر آخر، عقد الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا مؤتمرا صحفيا اليوم في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري حول آخر مستجدات جهود مكافحة فيروس كورونا. وخلال المؤتمر جدد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة إلى ضرورة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية المشتركة حفاظا على الصحة العامة. وخلال المؤتمر أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أن عدد الفحوصات الطبية اللي قام بها الفريق الوطني للمخالطين تجاوزت 60,000، وبأن التبرع ببلازما الدم سيسهم في زيادة أعداد المتعافين من فيروس كورونا. طبعا من جانب أشار المقدم طبيب أحمد محمد الأنصاري مدير مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية بالمجلس الأعلى للصحة إلى أن المدة المستغرقة لمضاعفة إجمالي الحالات بين المواطنين خلال الشهرين الماضيين بلغت 11 يوم فقط، إذ يدل هذا الوقت على الزيادة المتسارعة لانتشار المرض، وذلك بسبب التهاون بالإرشادات والإجراءات الصحية. كما أشارت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية في مجمع السلمانية إلى نجاح الجهود الطبية في كبح انتشار المرض، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية في هذا الصدد. طبعا وفي الخبر الأخير، دعا نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة، دعا خريجي المدارس الحكومية والخاصة وخريجي الجامعات للاستفادة من مجموعة الخدمات الإلكترونية المتنوعة المتاحة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh. وأكد الدكتور الخاجة أن الخدمات الإلكترونية المتاحة تواكب الظروف الراهنة وتسهم في سرعة حصول الخريجين عليها دون أن تتطلب منهم عناء الحضور الشخصي لمكاتب ومراكز تقديم الخدمة، بما يسهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم ويعزز مبدأ التباعد الاجتماعي، مؤكد أن الباقة تشمل أكثر من 12 خدمة إلكترونية. مع تطورات فيروس كورونا كوفيد-19 حول العالم وتأكيد المخالطة كأحد أكثر الطرق لنقل العدوى، يبقى السؤال شلون تتم عملية المخالطة وشلون نحمي نظامنا الصحي؟ خذ مثال عشان تكون الصورة واضحة. خالد حامل للفيروس لكن ما تظهر عليه أي أعراض ويظن أنه سليم، يلتقي براشد فينقل له العدوى بدون ما يدري، يواصل الاثنين حياتهم بشكل طبيعي في الوقت اللي يطمئن راشد بحالته الصحية ويخالط صديقه حسن واخته مريم. تبدأ الأعراض بالظهور تدريجياً على خالد اللي نقل العدوى حق راشد سابقاً، فقام راشد نقلها إلى صديقه حسن واخته مريم ومن حولهم في سلسلة من المخالطات المتكررة اللي تعيق الحد من انتشار الفيروس. تذكر دايماً أن كل فرد يلعب دور أساسي من خلال اتباع الإرشادات والاحترازات لتعزيز الصحة العامة وحماية نظامنا الصحي. مسؤولية كل فرد في المجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية. التزم بمسؤولية، كلنا فريق البحرين. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. يعد التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة خطوة حضارية تعمل على تعزيز مكتسبات حقوق الإنسان المتجذرة في البحرين، وأيضا لها الأثر الإيجابي على توطيد العلاقات الأسرية اللي تعزز من استقرار المجتمع. واستقرار المجتمع يعتبر رافدا مهما من روافد حماية وتعزيز حقوق الإنسان. بالفعل يا فواز، يعني احنا نشوف قانون العقوبات البديلة منذ اعتماده في المملكة كان له أثر كبير على المجتمع في إشراك جميع أبنائه في استمرارية عجلة البناء والتنمية. نتابع معاكم مشاهدينا هذا التقرير لقانون العقوبات البديلة اللي يعد نقلة نوعية في التشريع البحريني وتجسيد للمكانة الرفيعة اللي تمثلها البحرين دوليا وما يتمتع به من تحضر قانوني واجتماعي. خلنا نتابع معاكم.
يمثل قانون العقوبات والتدابير البديلة نقلة نوعية في التشريع الجنائي وحلقة إضافية تعزز مكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، حيث يحقق القانون الغاية القانونية والمجتمعية المطلوبة. ولذلك فإن المضي قدما في تنفيذه والتوسع في تطبيقه يعد إنجازا وطنيا مهما. وفي إطار تطبيق القانون، بلغ عدد المحكوم عليهم المستفيدين حتى اليوم 2699 محكوما من الرجال والنساء منذ البدء بتنفيذ القانون في 16 من مايو 2018. يعكس هذا القانون نهج مملكة البحرين المتسامح المواكب لقوانين الدولة المدنية الحديثة، واللي تنص على مبدأ العدل والمساواة، وباعتبار المحكوم هو جزء لا يتجزأ من المجتمع. وبناء على توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية، متابعة سعادة رئيس الأمن العام، وتماشيا مع حقوق الإنسان، قمنا في إدارة الوقاية من الجريمة بإنشاء برنامجين خاصين بالعقوبة البديلة تحت بند برامج التأهيل والتدريب. البرنامج الأول هو برنامج تأهيل محكومين وإدماجهم في المجتمع، واللي باختصار نسميه برنامج تمام. البرنامج الثاني هو برنامج ساعي أعمال المنفعة العامة، واللي باختصار نسميه برنامج سامع. ويهدفون البرنامجين إلى تأهيل المحكومين وتقويم سلوكهم وإعادتهم في المجتمع، بحيث أن يكونون أعضاء فعالين ومؤثرين في المجتمع. وأيضا هناك مؤشرات قياس أداء طبقناها على البرامج، وأثبتت أن العقوبات البديلة ساهمت في تقليل نسبة الجريمة بشكل عام، وأيضا ساهمت في تقليل نسبة العودة للجريمة بشكل خاص. إن تبني أفضل الممارسات الحديثة في العقوبات البديلة من شأنه تعزيز أهداف العقوبة بمفهومها الشامل، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من نظام العدالة الجنائية. وجاء قانون العقوبات البديلة ليؤكد مدى تحضر التشريع البحريني، فضلا عن كونه نموذجا لتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحا ملموسا. طبعا للحديث اكثر حول هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا في الاستوديو سعاده السيد عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان. نرحب فيك استاذ عيسى، يا مرحبا فيك ويا مرحبا في وجودك معنا في برنامج مجتمع واعي. يا مرحبا بكم المشاهدين الكرام. يا هلا يا مرحبا. الله يسلمك. خلينا نتكلم في البدايه استاذ عيسى عن حقوق الانسان. وحقوق الانسان في البحرين افعال، ما هي باقوال ابد، وهي بمثابه نمط حياه وفكر ممتد في العديد من المجالات، ومن بينها موضوع العقوبات البديله. شو اللي ممكن يضيف التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان أستاذ عيسى؟ هي بداية خل يعني نوضح أن قانون العقوبات البديلة في مملكة البحرين هو قانون شامل ومتكامل، لذلك البحرين تفرد على كل الدول العربية، أول دولة عربية تضع قانون متكامل من ناحية التشريع ومن ناحية الإجراءات هي مملكة البحرين. ثم ما يميز التجربة هذه أنها حظيت بدعم كبير وتوجيهات سديدة من جلالة الملك حفظها الله، بأن يعني تكون أو يكون تطبيق هذا القانون بشكل كبير وواسع في مملكة البحرين. إحنا نتكلم بعد سنتين من تطبيق هذا القانون، نتكلم على 2700 مستفيد أو 2700 خلينا نقول نزيل متهم أو يعني مسجون استفادوا من هذا النظام. هذه التجربة الرائدة لمملكة البحرين، والبحرين حاليا هي عضو في مجلس حقوق الإنسان. بالتأكيد أن العالم يثمن هذه التجربة بشكل كبير، دولة مرت بكثير من التجارب في مجال تحقيق العدالة، في مجال إقامة دولة المؤسسات والقانون، اتيي وتطبق هذا القانون في خلال سنتين، يعني تطرح بهذا العدد الكبير. بالعكس هنا كمنظمات أو حتى الأمم المتحدة حظيت هذه التجربة من البحرين بكثير من الإطراء، بكثير من التقدير، بالذات أن يعني البحرين وضعت لها منهجية، يعني لم تضعها بس في إطار تشريعي. صحيح. وزارة الداخلية مشكورة، والنيابة العامة كذلك استحدثت نيابة خاصة بالعقوبات البديلة. هذه المؤسستين يقومون بمراجعة كل سجلات يعني المرشحين لأن يستفيدون من هذا النظام أو من هذا القانون. يعني بعد إحنا نقدر نقول إن هذا التوسع ما هي من فراغ، هما أكيد شهدوا نتائج إيجابية لتطبيق هذا القانون، وعلى أثره تم زيادة عدد استخدامه. بالضبط هذه اللي كنت بقوله، لأن التجربة أثبتت أن يعني معدل الجريمة في البحرين العام الماضي انخفض بنسبة 7.5%. جزء كبير من هذه الاستفادة
عائدها إلى مثل هذا النظام، لأن كحقوقيين يعني الدراسات اللي أجريت على المسجونين يقول لك أن المسجون بعد مدة طويلة من السجن الجانب الإصلاحي فيه يعني ينتفي ويتعزز عنده بعض المؤشرات السلبية، أو المتهم أو المسجون عقب ما يكمل مدته ويطلع يطلع بشعور سلبي أو بنزعة للجريمة. لذلك ذي العقوبات هي يعني محاولة ذكية بعد ما في الرجع نعم إنه ما يرجع حق نفس الجريمة. نعم مثل ما تفضلت، عقب ما المتهم أو الجاني يعني ياخذ عقوبته في تقييد حريته فترة معينة يبتدي يراجع نفسه، عقب نص المدة بعد في فترة المراجعة تأتي الدولة وتحتضنه وتتيح له فرصة ثانية لأن يكون يعني في فاعل في المجتمع. فاعل في المجتمع. التجربة البحرينية أثمرت في نتائجها أن 97% وهذه نسبة مهمة 97% من استفادوا من نظام العقوبات البديلة لم يعودوا للجريمة. جميل جدا. يعني هذه بروحها نسبة مطمئنة وتخلينا فعلا نؤكد على نجاح هذا القانون تطبيقه في مملكة البحرين. لو نتكلم احنا نعرف أن هذول النزلاء مثل ما شفنا في التقرير يعملون في عدد معين من المجالات في خدمة المجتمع، في تقديرك هل يمكن خلق مزيد من مجالات خدمة المجتمع بما يحقق الفائدة القصوى من تطبيق هذا القانون؟ أنا أعتقد المشرع في البحرين يعني فتح الأفق واسع حسب القانون، فما أعتقد في مجالات لأنه أتاحها في العمل الحكومي، العمل الخيري والعمل مع المؤسسات أو الجمعيات النفع العام. فكنطاق ما أعتقد، بس ممكن أن نستحدث بعض المبادرات الذكية، يعني مثلا هنا كمنظمة أو كجمعيات بإمكاننا أن نخاطب النيابة أو وزارة الداخلية نقول لها مثلا هنا محتاجين إلى واحد مثلا يتكلم لغات أو واحد يعني يتكلم الفرنسية أو واحد يكتب أو إعلامي أو كل المنظمات مثلا في منظمات أو في جمعيات تحتاج محاسبين أو تحتاج مدققين، فتبتدي نتعامل مع ذي النظام بشكل ذكي، نوجه لهم ذي الخطابات ان احنا محتاجين الى هذه الخبرات او هذه الكفاءات، لان يعني موضوع الجريمه احيانا الانسان يعني يرتكبها دون ان يكون هو في حقيقته مجرم، لكن الدوله عليها ان هي تطبق سياده القانون وتحفظ النظام، فبالتالي ياخذ جزاء، لكن في اتاحه فرصه ثانية لأن ينخرط في المجتمع أو خدمة الدولة بشكل إيجابي، أنا أعتقد مثل هذه المبادرات الذكية هي اللي ممكن أن نطعم في هذه التجربة بحيث نوسع. يعني أتذكر أنا مرة حضرت مؤتمر كنت وايد يعني مهتمة لحضور هذا المؤتمر، أنا كان عندي ألف تساؤل عن قانون العقوبات البديلة، هل هي راح فعلا أي شخص يرتكب أي جريمة راح يكون موجود بيننا وعادي؟ بعدين لما فهمت الأسس والنظم المتبعة والإجراءات المتخذة أنا صرت أميل أكثر إلى فعلا أن أعطاء فرصة أخرى. بعض الأشخاص مثل ما ذكر الأستاذ عيسى هو ليس مجرم في طبيعته، هو طبعاً. يعني ظروف معينة خلت القانون يطبق عليه، ممكن تكون ظروف أسرية داخل المنزل، نعم قد تكون ظروف مالية، قد تكون يعني كثير من الأمور اللي فعلا لازم احنا نحطها. يعني احنا نشوف سمو الشيخ ناصر الله يحفظه وشلون توجيهه بأن فعلا أن مبلغ من الفلوس يروح للمعسرين والمتعثرين والغارمين هاي كله يصب في نفس هذا المجال، احنا فعلا لازم نعطي هذا الأشخاص. وكذلك معبدة الأميرة سبيتشة رئيسة المجلس على المرأة كذلك أسهامها في هذه الجانب لكل النساء اللي عليهم بعض القضايا. بالفعل. يعني اليوم المؤسسات العقابية والمؤسسات الإصلاحية صارت شعلة من النشاط والعمل حتى في بعض المهن الحرفية اللي قاعد تدرس داخل المؤسسات الإصلاحية، هذه نقطة إيجابية من النقاط اللي راح نذكرها معك سريسة، ولكن بالتأكيد راح نشوف معاكم تقرير عن قانون العقوبات البديلة وعدد المستفيدين من هذا القانون، ونرجع بالتأكيد للأستاذ عيسى العربي.
بالتأكيد دور مهم لقانون العقوبات البديلة، وعودة في الحقيقة لضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ عيسى العربي. السياسة العقابية اللي تنتهجها البحرين في ضوء قانون العقوبات البديلة والتوجيهات الملكية السامية واللي تقوم على وضع الاعتبارات الإنسانية وأيضا الظروف الاجتماعية بعين الاعتبار بما لا يخل بمقتضيات العدالة، لها أهمية بالغة بشأن بناء المجتمع وحماية حقوق الإنسان وحقه في حياة كريمة. ودنا نوضح هذا الدور لقانون العقوبات البديلة بشكل أوسع وأشمل إن شاء الله. بس اسمح لي بداية، بس قبلها راح أستعرض ما أشارت للدكتورة لولو. التجربة البحرينية ما يميزها كذلك أنها هي تخضع لثلاث معايير من صحيح. المراجعة. المعيار الأول، المؤسسة الإصلاحية اللي النزيل حاليا فيها تقدم تقرير عنه، عن مدى انضباطه، مدى مناسبته لأن يستفيد من هذه. ثم المعيار الثاني وزارة الداخلية، وهي تراجع نوع الجريمة، نوع الجريمة اللي ارتكبها، سجل الأمني، يعني فرص عودته للحياة الطبيعية. ثم المعيار الثالث أو الجهة الثالثة، النيابة العامة، وهي تراجع في إطار حفظ النظام وتطبيق العدالة. إذا يعني هذه المعايير الثلاثة انطبقت عليه يستفيد من هذه الفرصة. عودة إلى سؤال، حتى المدة أستاذ عيسى، انقضاء مدة معينة، انقضاء المدة هذا من توارد الخواطر، انقضاء المدة هذا من القانون، هذه من القانون، هذا شيء ثابت، هذه من القانون، يعني لا يمكن أن يستفيد إلا من يعني كانت عقوبته أقل من سنة أو تجاوز نص المدة. لكن هذه معايير نوعية، الجهات هذه مختصة بها. عودة إلى سؤالك، أنا أعتقد أن يعني البحرين انطلاقاً من تجربتها الدولية في 2008، بنرجع شوية ورا، في 2008 لما مجلس حقوق الإنسان أقر آلية المراجعة الدورية، كانت البحرين أول دولة انخرطت في هذه التجربة بثقة. جميل. وقدمت التزاماتها، ثم قدمت التزامات طوعية. هذه التجربة إلى الآن العالم يعني الالتزامات الطوعية، ترى أنا آسف على المقاطعة، مو بأي دولة ممكن تقدمها، مو بأي دولة، بالعكس هي الدول كلها يعني في تنازع مع مجلس حقوق الإنسان حتى تقدم الالتزامات الأساسية الواجب عليها. فقدمت التزامات طوعية، ثم قدمت تجربة للعالم في 2012، وقدمت تقرير أو تعهدت بأن تقدم تقرير نصفي لمجلس حقوق الإنسان كل 4 سنوات الدولة تخضع له. البحرين تقدم كل سنتين تقرير يبين مدى التزامها. مثل هذه الخطوات اللي قدمتها للعالم محل تقدير. طبعا في كثير من المنظمات اللي بين قوسين لهم أجندات أو لهم توجهات تحاول يعني تشوه هذه التجربة، بس هذه التجربة بخطوات ثابتة البحرين تأكدها بالواقع. مثل ما ابتديت سؤالك أستاذي، الحقوق الإنسان في البحرين منهج، حقوق الإنسان في البحرين تجربة، قانون، تربية، احنا تربينا على حقوق الإنسان، قادتنا أسلوب حياة، قادتنا تعاطيهم معانا تعاطي أبوي قبل لا يكون حتى إنساني بالفعل. لذلك حظيت البحرين أن تكون للمرة الثالثة عضو في مجلس حقوق الإنسان، وما يؤكد جدارة البحرين يعني لأن تتبوأ هذه المكانة الدولية. كونك أن تكون من بين 47 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، من 194 دولة تتحملون أبع حماية حقوق الإنسان على مستوى العالم، هذه مسؤولية كبيرة. صحيح. النظام اللي البحرين اليوم تقدمه للدول العربية وتراسخة، المحكمة العربية اللي جلالة الملك طرحها، التقارير وما تحظى بالبحرين اليوم في مجال التنمية المستدامة، والتنمية المستدامة في ناس يفهمونها أنها هي بعيدة عن حقوق الإنسان، هي جزء منها أصلاً، هي جزء، هي عبارة جزء عن حقوق رئيسي أصلاً. الإعلام مثل ما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في الإعلان العالمي للحق في التنمية 1986. فكل هذه التجربة لا يمكن أن البحرين أتي في جزء بسيط فيما يتعلق يعني من ينخرطون في أعمال إجرامية أو من يرتكبون بعض الجرائم اللي يعاقب عليها القانون، إلا أن تحظى البحرين وتقدم يعني نفس النموذج ونفس التجربة. التوسع اللي صار في هذا النظام، يعني في دول كثيرة مثلا الأردن ومصر عندها جزء من هذا النظام، لكن عليه يعني
ضوابط عديدة اللي يخضعون لها، النسبة البسيطة، التوسع اللي صار في البحرين بالضبط. يأكد على أن القيادة في البحرين تفهم بالضبط طبيعة هذه الشعب. لذلك مثل ما تفضلت هو منهج، إذا كان هو منهج ونحن نمشي عليه فأكيد الكل بيستنى، وأكيد قيادتنا الرشيدة بتكون من اهتمامها ومن أصلا من أهم الأمور اللي تنظر فيها هي شلون تقدر فعلا أن تخلق مواطن صالح. العقاب أو خل أرخل مباشرة في سؤالي، العقوبات البديلة لا تنتقص أبدا من العجالة. إذا قلت لك عقب لي على هذه الجملة، هل فعلا أن العقوبات لا تنتقص من أو أن العقوبات البديلة ما تنتقص من العدالة، بل هي تعزز وتحمي العدالة في وحق المجتمع؟ بالضبط، لأن يعني الدولة في حالة تطبيق القانون هي تحقق العدالة وتحقق سيادة القانون وتحمي المجتمع. نعم، فهذه مسؤولية لا ينازع الدولة فيها أحد، يعني حتى مثلاً الخصمين، الحق المدني الخصوم يتخاصمون فيه، لكن الدولة في إطار سيادة القانون وحماية وحفظ القانون والنظام وحفظ المجتمع، هذه يعني حقوق للدولة لا يمكن أن ينازع الدولة فيها أحد. فالدولة هي الأجدر بأن تتولى هذه العملية من خلال مؤسساتها الإصلاحية، من خلال أنظمتها القضائية، من خلال أنظمتها كذلك للعقوبات. يعني العقوبات البديلة لا يعني لا تعفي المجرم أو النزيل أو السجين من العقوبة، لا، هي في جزء من اللي هي نص العقوبة يخضع لها بتقييد حريته إذا كانت الأحكام مقيدة للحرية، ثم تتاح له فرصة بأن يخدم في المجتمع. يعني مثلا مثل ما سعادة النائب العام وضح أن مثلا أحيانا حتى اختيار بعض العقوبات تكون وليدة من الجرم، يعني إذا واحد مثلا كان جرمه اختلس مثلا عاد صعبة ما ببر ما أعرف شلون، لكن إذا واحد كانت مثلا عقوبته أو جريمته مثلا تعذيب حيوانات وانتو بكرامة أو من هذه، فالعقوبة البديلة بأن يروح يخدم في جمعيات الرفق بالحيوان. إذا كان مثلا تمس الشعائر الدينية أو شيء، فعقوبته قد تكون في أن يخدم في مؤسسات دينية أو إصلاح أو مساجد. وللأمانة يعني أستاذ عيسى إحنا نشوفهم منتشرين بيننا، والحمد لله شعب البحرين واعي ويؤمن بأن الإنسان قد يخطئ، وإذا رب العرش الكريم يغفر ويسامح، فإحنا أكيد هم حي موجودين، يعني هذين اللي يقومون بالعمل بالعقوبات البديلة موجودين في مؤسسات الدولة وإحنا نرحب فيهم. وبالعكس أنا فواز من شوي قال لي ترى في عندنا عدد مثلا يشتغلون، وأكيد معاملاتكم لهم معاملة طبيعية وإنسانية، حالهم حال الموظفين ويبدعون في أداء عملهم ومرحبين بالعمل ومخلصين في العمل أيضا. مثل ما تفضلت هنا أجرينا بعض الاتصالات، طبعا أتحنا الفرصة اللي يحب إنه يتواصل معنا حتى بس يعني ندرك كيف هذه التجربة تصير أمورهم. إيه؟ فكانوا يعني أول شيء يقدرون للدولة بشكل كبير، صحيح، وممتنين لها هذه الفرصة اللي عطتهم إياها، ونادمين جدا على أنهم انخرطوا بشكل أو بآخر في أفعال مجرمة. الجزء الثاني أنهم مرتاحين جدا من احتضان الموظفين، صحيح، اللي معاهم أو مع شعب البحرين، تقبل لهم، يتيح لهم فرصة للإبداع كذلك، ولا يحسسهم أن أنتم مثلاً جايين تأخذون عقوبات بديلة أو شيء. بالضبط، المجتمع واعي، يعني هذه على بعد على مسمى برنامجنا اللي هو المجتمع واعي ويقدر يعني الخطأ اللي مروا فيه، وأنهم أخذوا عقوبتهم في هذا الجانب، واليوم قاعد يخدمون البحرين سواسية. في بعض الدول المجرم يعيش طول عمره مجرم لأن المجتمع يقسو عليه. نعم، وأصلاً وجوده وراء القضبان في بعض القضايا، وجوده وراء القضبان يمكن أنه ما يصلحه، وجوده في وسط المجتمع احتوائنا له هو اللي ممكن يخلق منا مواطن صالح، وهذا هو هدف الأسمى لمثل هذه القوانين. يعني أنا أذكر أن حتى تلفزيون البحرين تفضل مشكور بإقامة بعض اللقاءات مع اللي طبق عليهم العقوبات البديلة، وشفنا فعلا حجم امتنانهم أولا للدولة لهذا الفكر الرائد في موضوع إعلان أو تطبيق العقوبات البديلة. أيضا نسبة 97 نسبة مطمئنة تخلينا تحسسنا هذا ما رد للفعل بالضبط. فيعني هذه نقدر نواصل عليه وفعلا نقدر ناخذ عليه أكثر، وهذه بيساهمون في بناء الوطن ويوصلون العمل، وحتى الأسرة بيكون لها دور. يعني مثل ما تفضلتي اللقاءات اللي استوت مع من استفادة ومع أسرهم، فأسرهم كانوا يعني بقدر مهما فرحانين بعودة مثلا ابنهم أو زوجهم أو ولدهم للأسرة مرة ثانية، بقدر مهما حريصين على أن يعني يتكاملون مع نظام العقوبات البديلة بحيث
يكون يعني رادع ويكون طريق آخر لأن يشق هذا المواطن أو المقيم. صدقت. طبعاً أستاذ عيسى، يعني وزارة الداخلية وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ماضية قدماً في تنفيذ القانون من خلال برامج متعددة، كيف يمكن تحقيق المواءمة ما بين العقوبات البديلة وخدمة المجتمع؟ هي الوزارة الداخلية جهودها في هذا النظام صراحة كبيرة ومقدرة، ونشكر بالمناسبة معالي وزير الداخلية على كل الدور اللي يقوم به في سبيل نجاح هذا التشريع أو صحيح. هذه التجربة في مملكة البحرين. وزارة الداخلية بداية بأنهم معنيين في القضية بشأنين، في شأن المؤسسات الإصلاحية وشأن يعني الترشيح الأساسي للعقوبات البديلة. هذه الجزئيتين إذا كانت فيما يتعلق بالمؤسسات الإصلاحية فإن يعني كل المؤسسات اللي تخضع لها السجون في البحرين هي مراكز إصلاح، مراكز إصلاح، وعليها كذلك يعني عليها كذلك بعض المؤسسات، يعني مثلا الأمان العامة للتظلمات، وحدة التحقيقات الخاصة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أمانة السجناء والموقوفين، أربع مؤسسات معنية بأن تضمن أن من ينزل داخل ذي المؤسسات لا يتعرض لأي انتهاك، تحفظ حقوقه، تكون المعاملة إصلاحية إنسانية. فهذه المؤسسات تحفظ بالنزيل لما أي مثل ما تفضلتي دكتورة، المعاملة ما في معاملة سيئة، ما في تعذيب، ما في اضطهاد، فبالتالي الشعور السلبي أو تعزيز النقمة الانتقام ذي مو موجودة عندنا. صحيح. فأساساً النزيل بعد مدة يبتدي يراجع نفسه ويبتدي يكون مؤهل، لأن بعد ما يشوف يعني المعاملة الحسنة اللي موجودة داخل المؤسسات الإصلاح. الجزء الثاني اللي يقومون بوزارة الداخلية عملية التدقيق والرقابة، أي أحد يترشح يعني المؤسسات العقابية من يكتمل نص المدة مثلا يرشحونه، هني تي مسؤولية كبيرة على يعني 97% تحققت، لأن وزارة الداخلية لها دور كبير بالفعل. تراجع سجلاتهم الأمنية، تراجع نوع الجريمة، تراجع جوانب نفسية كذلك في المتهم، سن، مستوى تعليمه، تحصيل الفرص اللي قد يطلع لها ويستفيد منها، معايير كثيرة. ثم يعني النقطة الأخيرة عند النيابة والجهات القانونية، يعني لو سمحنا قطعك في ذي النقطة تحديدا، النزيل يعني احنا بما ان احنا برنامجنا موجود في زمن الكورونا فاحنا لابد ان نتكلم عن الكورونا. يعني من الجميل جدا ومن الفوارق اللي فعلا صارت، واحنا استضفنا هنا عدد كبير من المسؤولين في وزارة الداخلية ونقدم لهم كل الشكر، هم كانوا حريصين كل الحرص على اولا سلامة النزلاء في مراكز الإصلاح، ايضا وفروا لهم سبل التواصل مع أهلهم أونلاين، يعني وكنا شفنا مدى سعادة النزلاء بمقابلة أهلهم أونلاين وسهولة وفيديو كول يعني وكل هذه الأمور، وطلبوا أن تستمر حتى في الأيام اللي بعد الجائحة إن شاء الله راح تكون أكثر من كذي. يعني يمكن نرجع لسؤالنا، بس الموضوع اللي فتحتي جدا مهم حتى يعني العالم يعرف التجربة البحرينية. بعد يعني انتشار وباء كورونا، المؤسسة الإصلاحية في البحرين أجرت أو طبقت نظام التباعد في داخل السجون. نعم. فتم إبعاد السجون، تم يعني وضع نظام مراكز آخر. مراكز إصلاح، إحنا ما نستخدم لفظ السجون، أنت حساس منه. إصلاح نعم، تم تطبيق نسبة التباعد، تم تخفيض النسبة. أكثر من كذي، من استفادوا من العفو الملكي الدفعة الأولى اللي هي 901، نعم، اللي مو مواطنين منهم خيروهم اللي يبي يطلع إلى وطنه، وفي بعضهم فعلا كانوا لهم رغبة أن يعودون لوطنهم رغم كل الأجواء المقلقة، رغم الطيران، رغم كل شيء. طيران الخليج بالتعاون مع حكومة البحرين أحرصوا جدا على أن يأخذون إذن طيران خاص، وتم إعادة هذه المواطنين. هذه المعاملة الإنسانية، هذا اللي خلينا نرفع رأسنا، هذا خلانا يعني إحنا نقول إحنا دولة حقوق إنسان، نحن نراعي حقوق الإنسان، إحنا من منهجنا الأصيل اللي نستنى في حياتنا اليومية هي المحافظة على حقوق الإنسان، ويخلينا فعلا نشعر بالفخر ونكرر ونعيد ونوقف قدام أكبرها دولة وأسمنها ونقول إحنا نهتم بحقوق الإنسان. هذه الممارسات اللي أصلا من واقعنا وطبيعتنا. هذه النقطة اللي كنت بقولها أستاذ عيسى لو تسمح لي، إحنا ما يحتاج يعني نروح لتشريعات خاصة بحقوق الإنسان، ديننا الإسلامي الحنيف، قيادتنا الحكيمة الله يحفظها هي اللي عودتنا، وإحنا عارفين حقوق الإنسان وقلنا نمارسها من السابق إلى اليوم. يمكن هذه آت التشريعات بس فقط أنت عشان تكون موازي لمختلف الدول في المنظمات العالمية اللي ذكرت أخوي عيسى، بس أنا خلني ما بختم معك، ترى مواصل معك مستمتعين في الحديث معك. هذا اللي ذكرته من الإيجابيات الكثيرة، هل تجد
صداها أو طريقها للنشر في مختلف وسائل الإعلام العالمية؟ معلي بس برجع ليه وذكرني بلعن السؤال مهم. مثل ما تفضلت يعني البحرين يمكن في 2008 قدمت تجربتها في إطار مجلس حقوق الإنسان. نعم. والمراجعة الدورية. نعم. بس لا ننسى أن المشروع الإصلاحي هو قدم أكبر تجربة تعزز دولة المؤسسات والقانون بالفعل. اللي منهج حقوق الإنسان أو نظام أو تشريعات الشرع الدولية قائمة. نعم. على دولة المؤسسات والقانون اللي هو المشروع الإصلاحي أكدها ميثاق العمل الوطني, ميثاق العمل. نعم. الوطني والشعب كله تكامل في هذه المشروع اللي ليه اليوم احنا حريصين جدا عليه. قاعدين نقطف ثماره يوم بعد يوم. فعلا اليوم في جيل جديد يمكن من 4 أو 5 سنوات بدا يصوت من ما يعني لاول مره. نعم. فكان حريص يعني انا ولدي كان حريص انه يبقى السنه الجايه انا بصوت ويعرف ماهيه التصويت يعني حتى ممارساتهم حتى في المدارس الحين نشوف صار في عندهم نظام كوتا ونظام تصويت ونظام فالطفل صار يفهم هذه المصطلحات اللي يمكن اللي كان في جيل وحنا نسميهم عيال حمد أو جيل حمد لأن فعلا هم تربوا على منهج الإصلاح وتربوا على ميثاق العمل الوطني ففعلا احنا خلقنا جيل واعي جيل يفهم ويفقه حقوق الإنسان ويطبقها ويمارسها ويعتبرها جزء من أساسياته في حياته. نعم. عودة إلى سؤالك العالم اليوم بسبب الانفتاح الإعلامي يعني لم يعد ما تقدم البحرين يعني مخفي أو لا يمكن لا العالم يستمع له اليوم احنا عندنا قنوات قادرة توصل. صحيح. عندنا سفارات البحرين في الخارج وبالذات سفارة البحرين في جنيف تقدم تجربة رائدة. نعم. وإذا تسمحون لي يعني سعادة السفير في جنيف أحد أفضل الكوادر العربية في مجال حقوق الإنسان اللي فعلاً وأنا لسنوات كنت هناك اللي فعلاً كنت أفخر بأن هذا الشاب البحريني اللي يقود الدبلوماسية خلينا نقول العربية. نعم. في أزمة اليمن قدمت البحرين كثير من خبراتها ومن تجاربها حتى ترتقي بحالة حقوق الإنسان. أعتقد نحن نحتاج حلقة كاملة عشان نتكلم عن دور البحرين فعلاً ودبلوماسيتها في. إحنا دولة مثل ما تفضلتي صغيرة بس نقدم تجارب. الحمد لله الحمد لله ترى صقر مو بالحجم. لا إحنا كبار بمنجزات. بمنجزات. أعطيك فرصة حق كلمة أخيرة طال عمرك. كلمة أخيرة أنا إذا تسمحوا لي أشكر القيادة أشكر جلالة الملك أشكر سمو رئيس الوزراء أشكر ولي العهد على كل ما نحظى به في البحرين من احترام وتعزيز لحقوق الإنسان اليوم الواحد أول ما يعني يقول أنا بحريني في مجال حقوق الإنسان على طول أنتوا أصحاب تجربة رائدة. نعم. في مجلس حقوق الإنسان مثلاً أو في المفوضية أو شيء بمجرد أن يعرفونك أن أنت مثلاً بحريني أنتوا أمام تجربة رائدة هذه التجربة لولا أن جلالة الملك أتاح لنا ذي النطاق من الحرية إعلامنا تجربتنا المؤسسات الجمعيات يعني الأهلية. نعم. مؤسسات المجتمع مؤسسات المجتمع المدني المؤسسات الحقوقية هذه كلها التجربة الرائدة طبعا البرلمانات المؤسسات التشريعية. نعم. النقابات النقابات كذلك هذه التجربة كلها أثمرت بأن يكون اليوم احنا كمملكة لما نتكلم على حقوق الإنسان نتكلم عن تجربة رائدة حتى رغم صعوبة بعض المراحل يعني 2011 كنا مرينا بمرحلة صعبة لكن كانت القيادة بعد قدمنا من خلالها تجربة فريدة فعلا وكنا أعضاء في مجلس حقوق الإنسان ورقم ذلك كانت القيادة متمسكة بأن لا نتراجع. نعم. يعني آليات الأمم المتحدة تتيح للدول في حالة تعرض السلامة الوطنية فيها للخطر أن تتراجع عن بعض الالتزامات لفترة معينة. نعم. البحرين لم تتراجع وحتى بعض الأشياء يعني اللي كانت جدا حساسة وخذت عفو من الأمم المتحدة لمدة 3 شهور بأن ترفع هذه الالتزامات في أول فرصة فاجأنا جلالة الملك مفاجأة جميلة وأعاد التزام البحرين قبل لا تنتهي. نعم أصلاً يكفينا فخراً أن احنا دولة قلنا حق الناس تعالوا شيكوا احنا عندنا تقرير تقصي الحقائق مؤسسة الإصلاحية في البحرين هيئة الصليب الأحمر هي إحدى المؤسسات اللي تدقق عليها تراجعها. نعم. وتطور المعايير فيها بما يعني أن المؤسسات الإصلاحية في البحرين تشتغل أو تدار بمعايير دولية بمعايير دولية يعني أقوى معيار فيها اللي هي الصليب الأحمر. نعم.
سعادة المستشار رئيس العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، كل الشكر والتقدير على تواجدك معنا، وكل الشكر والتقدير على هذه المعلومات القيمة اليوم. يعني يمكن استقصناها منك ولما انت ذكرت الاستقصاء حقوق الإنسان. يعطيك العافية، انا اشكر لكم هذه الاستضافة، والبحرين ان شاء الله دائما للأعلى ان شاء الله وبخير دائما. الله فاصل بتأكيد مشاهدينا وراجعين لكم في مجتمع واعي، خلكم معنا.
فواز يعني ما أدري إذا تتفق معي ولا لا. أكيد بتفق. أكيد. أكيد بتفق. يعني تعرف إن البحرين على طول تبدي الفرح. صحيح. وعلى طول مواصلة، ما في شيء يوقفها أبد، لا كورونا ولا غيرها أبد. يعني إحنا نشوف إن في ظل هذه الظروف الصعبة اللي نمر فيها، من الجميل إن إحنا نواصل عطائنا ونحاول نركز على الأشياء الجميلة اللي فعلا مستمرة في حياتنا، ونعززها ونحاول نطورها وننشرها في مجتمعنا. صحيح. وفي ناس للأسف الشديد ينظرون فقط للأمور السلبية ومعطلين حياتهم كلها، وفي ناس بالعكس مواصلين عطائهم ويكافحون هالمشاعر المحبطة. اللي يتعلم يواصل تعليمه عن بعد، واللي تاجر بعد هم يواصل متاجرته وعمله التجاري عن بعد، واللي يشتغل بعد يواصل حتى شغله عن بعد. صدقت يا فواز، وعلى الرقم من التحديات الكبيره البحرين باذن الله مواصله وصامده بعزيمه عاليه، وهالشيء مو بس كلام، هالشيء فعلا قاعده قاعدين نترجمها في مختلف الجهات في مملكه البحرين، ومنها بالتاكيد معهد البحرين للاداره العامه بيبا. بالتاكيد، يعني طبعا هذا المعهد يا لولو متميز بعطائه وجوده الخدمات اللي يقدمها، واللي ينعكس اثرها على انتاجيه العديد من اللي اشتركوا في دوراته وفعاليات المتميزه، واليوم يطلقون ملتقى للمتدربين عن بعد. خلني قبل لا أدخل في الحوار أقول لك، أول ما وصل لي المسج وقال لي المعهد يبون يسمعون رأيكم أنتم كمدربين. ممتاز. شوف عملية الإشراك في وضع مغاير، وضع يعني العالم كل واحد صاك على روحه وقاعد، واللي متوتر متوتر، واللي مرتبك ما قالكم يا مدربين تعالوا وإحنا بنسوي، لا قبل لا نسوي نبي رأيكم. نبي رأيكم. تخيل، يعني يسعدنا فعلا ان احنا نتعرف على هذا الملتقى وخطط المعهد للفتره القادمه مع سعاده الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الاداره العامه. يا هلا ويا مرحبا فيك. اهلا وسهلا بكم، شرف ان نكون معاكم، جميل نسمع ونشارك معاكم في مثل هذه اللقاءات. الله يحفظكم. الله يسلمك. يعني هذا الملتقى الجميل، ملتقى المدربين الالكتروني، وين موقعه من خارطه معهد الاداره العامه؟ إذا تذكرون الكلام اللي قلناه بشكل بسيط جدا، كنا نقول ونأكد على نقطة رئيسية دائما، أن التعلم شيء رئيسي، وكنا نقول التعلم واجب وطني. نعم. ما ترتقي الأمم إلا من خلال العلم. اليوم التعلم عن بعد ما هو إلا فرصة أن احنا بالفعل يكون عندنا التعلم المستمر في إطار الحقيقي. المنتدى للمدربين هو استكمال لهذا الكلام، ليس المدربين فقط للتدريب، إنما المدربين كذلك خبرات، فكيف نستفيد من خبراتهم بينهم بين بعض؟ نعم. كيف نستفيد من خبراتهم في تطوير عملنا نفسه عشان احنا نتعلم؟ نعم. الجميل في هذه الملتقى ان قيادات بحرينية شابة اللي شاركوا معنا من اول ما بدينا لليوم في تطوير رأس المال البشري، اللي دائما قيادتنا يركزون عليه، دائما نقول هو الذهب الحقيقي اللي موجود عندنا، مع كل الإشكاليات واللي نمر فيها ما زال تطوير رأس المال البشري أهمية قصوى عند قيادتنا ويركزون عليه، مع كل التحفظات المالية والإشكاليات ما زال التدريب شيء رئيسي، لأن في أي أزمة من الأزمات عشان يخرج المجتمع من أي أزمة لابد من التدريب عشان تخرج منها. وإحنا طال عمرك في هذه الجائحة اللي جاتنا وهذه التحدي اللي قاعد يصيدنا، كان أهم مورد عندنا هو الوعي، الرهان الوحيد كان وعي المواطن. صحيح. هذا الوعي ما كان بيتكون لو ما كان المجتمع البحريني مجتمع واعي مثقف مدرب جاهز. إحنا حتى في الانتقال الإلكتروني دكتور. صحيح. ومن حقنا أن إحنا نفخر في هذا الموضوع، الانتقال كان سلس، مو بس لأن القاعدة كانت صلبة. صحيح. حتى المواطن والموظف كان جاهز للاستخدام الموظفين عندهم القدرة للتعامل مع التكنولوجيا، عندهم القدرة للعمل عن بعد، عندهم القدرة للتكيف والمرونة، واللي هو أهم من أي شيء ثاني. إحنا نسميه بالإنجليزي نسميه الريزيلينس، شلون بإمكانك أنك أنت تنتقل في كل هذه التغيرات. التغيير راح يصير في أي وقت في أي لحظة، متوقع صح ولا لا؟ بالضبط. يبقى أنه شلون المواطن وشلون الموظف الحكومي اللي إحنا مسؤولين عنه يتأقلم، أنه يتأقلم وأنه يكون عنده القدرة، وهذا اللي شفناه واقع قدامنا. مدربين ساهموا معانا في شركائنا في كل هذه التطوير.
بدأوا معنا بعضهم دربناهم عشان يكونون مدربين. صحيح. اليوم ما شاء الله تبارك الله بعضهم عندهم شركاتهم يدربون داخل البحرين يدربون خارج البحرين. فعلا. هذه احنا نسميهم عيالنا كلهم عيالنا. عيالنا بس اكبر منا ترى دكتور متواضع. فكلهم نفتخر لما نشوفهم على هذا المستوى. صدق. فما بالك لما بالفعل نشوف عيالنا نقعد معاهم ونسمع منهم شلون ممكن ان نطور خلال الفتره القادمه، وهو المحك. المحك الرئيسي ان اليوم البحرين صحيح صغيره بحجمها لكن بكل معنى الكلمه لها واقع على المستوى الدولي. فشلون ننتقل من خلال عملنا مع شركائنا المدربين، شلون ننتقل إلى التنافسية الدولية؟ السؤال اللي طرحته ببساطة، ليش ما يكونون كل البحرينيين المدربين عندنا والمتميزين حقيقة يطلبون من قبل الدول ليس فقط العربية حتى الغربية؟ صحيح. وهذه مرة ثانية هدفنا الأساسي يكون في تنافسية على المستوى الدولي، في تخصصية، بالإمكان أن احنا نستثمر معاهم في هاي الطاقات عشان نصنع المعرفة. جميل. من غير صناعة المعرفة ما راح يكون في عندنا موقع من الإعراب، لن تحقق الأهداف أيضا المرسومة، لا يمكن أنك توصل لها 100%. لأن في نهاية الأمر العالم قاعد يبني خططه وعمله وتطوره على أساس علمي. صحيح. فإذا كنا نبي نطور العمل الحكومي لابد أن احنا نصنع المعرفة وليس فقط ناخذ المعرفة من الشرق ولا من الغرب. وعندنا خير في عقول اللي موجودة، خير في الإنجازات اللي على أرض الواقع اللي كلنا نفتخر فيها. قبل شوي كنا نفتخر عن حقوق الإنسان. نعم. وغيرها 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 مثل هذه كلها لو أنها توضع في الإطار العلمي الصحيح. أما أتكلم عن العلمي فقط الأكاديمي، إنما العلمي التطبيقي المهني التطبيقي. صحيح. اللي بالإمكان أن كثير من الدول تستفيد منه والعالم يسمع للناحية العلمية أكثر ما يسمع إلى أي شيء ثاني. إحنا نملك الأصعب، إحنا نملك الكوادر وهي الأصعب. رأس المال البشري مثل ما يسميه الدكتور. هذه النقطة المهمة. تتفق معي دكتور بأن هذه الأزمات تعتبر دورة تدريبية كبيرة؟ جدا جدا، بل أكثر من ذلك. في كثير من الدراسات ودراسات يمكن لأن تخصصي فيها. أن من خلال هذه الأزمات تجد كثير من الفرص للم الشمل، بالفعل لترضيم الصفوف، لتغيير الخطط بحيث أنها تكون بالفعل متماشية وصحيحة على الخط، حتى الالتفاف حول القائد. جدا جدا. السؤال اللي أطرحه وطرحته كذلك في ملتقى، كان ملتقى مجلس الأعلى للمرأة، كنت أقول لهم وهني مهم ان احنا نفكر فيه ونخطط له، وهو لان في الازمه اليوم فعندنا هذه التجانس الجميل جدا في المجتمع والتكاتف. بعد الازمه راح تتغير الامور، راح تكون ازمات ثانيه. صحيح. فشلون احنا ما نخطط حق اللي موجود، نخطط حق اللي بعده؟ ويمكن هذا اللي حطينا احنا عندنا على عاتقنا في معهد الاداره العامه في هدفنا الرابع، هو اداره الأزمات، إدارة الابتكار. لا يمكن أن احنا نفكر في فقط في واقعنا. إذا ما نفكر من اليوم شنو راح يكون في المستقبل؟ تستشرف المستقبل دكتور حتى بأزمات القادمة. بأزماته. لأن في نهاية الأمر العالم قاعد يتغير. بالفعل. إحنا اللي مفروض أن احنا نتكيف، وإحنا اللي نكيف عالمنا. إذا خلينا واقعنا أن احنا اليوم نعيش، باكر بيجيلك وبيمضي. صحيح. وإذا كنا نبي نتنافس تنافس دولي لابد نكون في الصدارة. معناته لابد نفكر من اليوم شلون نكون في الصدارة. بالضبط. وين بنكون عقب 10 ولا 20 سنة؟ وهذه الخطط الجميلة اللي ظهرت أمس في شلون من خلال المدربين الله يحفظهم شلون بالفعل نقدر، ليس معهد الإدارة العامة حقيقة، إنما الشغل المشترك كامل اللي قاعدين نسويه، سواء كنا معهد الإدارة كمؤسسة ولا مؤسسات الحكومة اللي كلنا نخدمها حقيقة، ولا الموظفين الحكوميين اللي احنا نسميهم هم الكاستمر الأول عندنا. لأن إذا قدرنا بالفعل أنهم يكونون الكاستمر الأول بيخدمون المواطن بعيونهم. بالفعل. صح ولا لا؟ بالفعل. فكل هذه الخطط قاعدين نشتغل عليها مع بعض. يا رب يقدرنا إن شاء الله. طموح كبير والخطط موجودة،
وما شاء الله المدربين اللي نفتخر فيهم كلهم موجودين شايلين البيرق. يعني للأمانة الدكتور رائد، إذا بي يعني إذا في مدرب جديد راح ينضم حق المعهد أكيد معاه، من وصاياه يعني اسمح لي دكتور أكشف عن هاي عن بعض الأسرار عن بعض الأسرار، من وصاياه أول ما تكون مثلا معاه يقول لك ترى أنا دورة تدريبية هذه كلها موجود في جوجل، شنو تأثيرك اللي راح تتركه على المدرب في جانب الوطني؟ أنت أي شيء بتقدمينه يا لولو ترى بتقدمينه حق البحرين، أي فكرة راح تقدمينها، أي تغير راح يصير في هذه المتدربين راح ينعكس على الأداء الحكومي. ففعلاً يحسسك يعني دكتور، فعلاً تحسسنا أن احنا شايلين هم وطن وإحنا داشين القاعة التدريبية. الشباب اللي يجونا كمتدربين اللي هم توهم داخلين الحكومة، صحيح، إذا قدرنا نزرع عندهم هذا الحس الوطني من خلالكم من خلال مدربيننا، لأن الكل مفروض يكون عنده بصمة، صح؟ بالضبط. وشفنا على هذا العرض الواقع أن في قدرات بحرينية متميزة، بس شيل عنها الأغبار وتشوف شلون ما شاء الله تبارك الله. السنة الماضية فقط من بعض البرامج اللي موجودة عندنا في المعهد أكثر من 128 مشروع على أرض الواقع، مو مشروع كتابة، مشروع على أرض الواقع تغيير. نفتخر أن هذين كلهم بحرينيين، ونفتخر أنهم كذلك تدربوا على أيدي بحرينيين. الذهب لا يصدى، أنت لما بتنتر الأخبار بس فقط هذا المطلوب. يعني الجميل أيضا في المعهد أنه ما يعني ما يلغي فكرة صغار الموظفين ولا كبار الموظفين، الدورات المقدمة للجميع. نعم. الجميع ممكن أنه يدش في مثل هذه الدورات. دكتور القيادة الله يسلمك حددناها إحنا من البداية. نعم. القيادة ليست بالمستوى، القيادة بقدرة الشخص أنه هو يكون له أثر واقع على في التغيير. هي عبارة عن قدرات، أخلاق، صحيح، قيم، صح ولا لا؟ إذا قدرنا بالفعل نعزز في الشباب نجد الثمرات جاهزة عندنا، كل اللي علينا أن نقطفها، صحيح، نقطفها معاهم مع المؤسسات الحكومية إن شاء الله. كذلك خلال الفترة القادمة راح يكون عندنا مؤتمر ثاني كذلك عن الابتكار، أوردي شباب بحرينيين عندهم مشاريعهم الابتكارية، صحيح، وغيرها وغيرها وغيرها. هذا لين إذا غيروا على أرض الواقع بالشكل الإيجابي الجميل والابتكاري، ما سميهم قادر؟ أكيد قادر، هم قادر بالفعل، قادر بكل معنى بالفعل. والله دكتور صراحة يرفع المعنويات وأيضا يعطي الشخص حمل، هاي ما ندري الحمل إيجابي ولا لا. أنت تدخل موظف وتقوله ترى أنت قائد وترى أنا توسم فيك القيادة، صدقني يا فواز بيبدع. نعم. وراح تشوفه قائد. نعم. يعني اسمح لي دكتورة أذكر مثال. نعم. كان عندنا شخص في دورة سكرتارية. نعم. كان ما شاء الله عليه إذا يدخل أقوله أقول دخلتك دخلت مدير وهي دخلتي دخلت مدير. قام قال لي وإحنا نعرف مثلاً في ناس يعرفون مهنة السكرتارية، يقول لك أنا كذا كذا، هو كان يقول أنا بالضبط أطابق المدير، أعرف نفس معلوماته. نعم. في غيابه أنا حي مكانه. صدقني ذيك نوبة اتصل وقال لي لولو نظرتك ما خابت، أنا فعلاً صرت مدير، لأن فعلاً هو عنده مميزات. وأعتقد دكتور يعني إذا أنت تحمل الشخص وتقول له ترى أنت قائد أكيد بيصير قائد. ترى هذه نسوي إحنا مع عيالنا، صح؟ بالضبط، في البيت. في البيت بالفعل، وكل واحد فينا فيه خير، يبقى شلون ان احنا نستغل هذا الخير عشان نخدم فيه البحرين. صحيح. النعمه ان الواحد يقدر يخدم، صحيح، وخدمته لبلده اكبر، نطوع هذا الخير بالضبط لمصلحه الشخص بالضبط نفسه. تلاقي الواحد يفتخر مهما كانت وظيفته يمكن تكون قليله في الشأن، لما يشتغل بشغفه بالضبط من الداخل بالفعل في عمله بيعطي وبيبتكر بالفعل. ممكن يكون في سؤال انت جاوبت عليه دكتور يعني من خلال حديثك، ولكن لكل ملتقى استراتيجيه، فما هي استراتيجيه هذا الملتقى؟ احد اهم الامور ان كيف نخلي ونحرك صناعه المعرفه مع المدربين. نعم. عندنا طبعا الياتنا حطيناها مع المدربين، وفي اليات ثانيه ان شاء الله. كل واحد من المدربين عنده تخصصه، فشلون نستثمر معاهم في بناء هاي التخصصات بالشكل العلمي بحيث انهم يكون لهم موقعهم من الاعراب، ليس فقط في البحرين ولا في الوطن العربي انما في العالم. وصولنا اليوم من خلال شركائنا اللي موجودين ووجودنا في المعهد الدولي للعلوم الاداريه ومينا بار وغيره، اليوم عندنا اكثر من 10 مؤتمرات سنويا وعن بعد اللي صاروا اليوم،
فبالإمكان أن احنا نستفيد منهم اليوم ونستغل هذه الشبكات اللي موجودة والشراكات اللي موجودة. صحيح. أن احنا نوصل البحريني من خلال إنتاج العلمي صناعته للمعرفة إلى هذه المستويات، يشوف يشوفونه في الغرب، يشوفونه حول العالم، يطلبونه حول العالم وصوله في التنافسية هذه، فخر لنا، فخر حق البحرين. صحيح. يعني دكتور اسمح لي بس خلنا نوقف عند هذا التقرير اللي يستعرض أبرز ما جاء في ملتقى المدربين الإلكتروني الأول، وراجعين لاستكمال باقي حديثنا مع ضيفنا الغالي في الاستديو. بهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تجمع معهد الإدارة العامة بيبا مع صانعي المعرفة ومطوري رأس المال البشري، نظم المعهد ملتقى المدربين الإلكتروني الأول الذي تم خلاله التباحث في عملية تحقيق التكامل في تقديم خدمات التعلم وآليات تطوير قدرات الشركاء بما يحقق التنوع والتخصصية في مجالات الإدارة العامة. أول شيء يعتبر هذا الملتقى ملتقى المدربين الإلكتروني الأول بهذه الصيغة الإلكترونية، هو الملتقى الأول مثل اسمه. كان في ملتقيات ثانية قبل بطرق مختلفة، لكن كونه هو ديجيتال والإلكتروني اليوم أتاح لنا أن كل شركائنا من المدربين سواء كانوا داخل البحرين أو حتى في المنطقة الإقليمية أو حتى اللي خارج البحرين موجودين معنا. فهذه الملتقى هو الملتقى الإلكتروني الأول، وايد مهم لطبيعة المرحلة والاختلاف فيها. يعني اليوم صار في نقلة نوعية مختلفة تماما عن ما قبل كورونا في عمليات، في كل العمليات، في كل المجالات. طبيعي التدريب يتأثر، فعمليات التدريب وآليات تقديم التدريب اليوم في هذه اللحظة تغيرت، فمستقبل التدريب اليوم وشكله في المرحلة القادمة جدا مختلف. فوايد مهم ان احنا نكون يعني مع شركائنا من المدربين مستعدين حق هذه الانتقالة، ونكون مع بعض في رؤيتنا وتصورنا حق المستقبل. هذا الملتقى وبانطلاقته في نسخته الأولى سيشكل منصة معرفية جديدة لتبادل الخبرات العلمية والتطبيقية والتباحث في عملية صناعة المواد التعليمية والتدريبية نحو الارتقاء بالأداء الحكومي وتلبية تطلعات المواطنين. بداية حبيت أشكر معهد الإدارة العامة على إتاحة الفرصة لنا كمدربين معتمدين في المعهد في أن احنا نبادر إلى وضع الحلول مشتركة مع الإدارة، مع المنتسبين الإدارة، في سبيل البحث عن تحديات والأمور اللي قاعدة تواجه قطاع التدريب حاليا في مملكة البحرين. طبعا الفترة اللي طافت فترة شهرين أو ثلاث تمينا احنا نقدم بعض البرامج التدريبية، بعض ورش العمل اللي كانت كلها أونلاين، لكن كان في بعض التحديات اللي واجهناها. هذه الأمور اليوم راح احنا نناقشها إن شاء الله كفريق عمل مجتمعين كلنا مع بعض في سبيل وضع حلول مشتركة، وعلى أساس ان احنا بعد نحط خطة العمل شلون إن شاء الله ممكن احنا ناخذ قطاع التدريب إلى المرحلة القادمة، إلى ما بعد خلينا نقول كورونا وما بعد كل الأمور ترجع إلى سابقتها. معهد الإدارة العامة يطمح دائما من خلال الحفاظ على استمرارية الملتقى إلى مواصلة بناء الفكر الإداري المحرك للعلوم الإدارية محليا وإقليميا، وجعل مملكة البحرين ممثلة بالمعهد واجهة لتطوير العلوم الإدارية محليا ودوليا كذلك عبر صناعة العلم والمعرفة في مختلف تخصصات الإدارة العامة. بلا شك تقرير مميز للزميل يحيى العمري حول معهد الإدارة العامة، وعودة للدكتور رائد. طموحكم من خلال هذا العمل اللي شفناه، طموحكم من خلال هذا الملتقى، خصوصا انه يعني حسب المعلومات اللي عندنا عندكم خطة للمواصلة والاستمرار فيه. طموحنا التنافسية الدولية. واضح ان الطموح عالي جدا. سهل للبحريني؟ انا اقول لك سهل. سهل. لان في خطط. مو بالطموح عبارة عن حلم، إنما عبارة عن استراتيجيات واقعية بالإمكان أن احنا نسويها، وعندنا الآليات لتنفيذها، وعندنا البحرينيين اللي نعتمد عليهم في هذا المجال. هل جميع المدربين متوقع منهم يكونون بهذا المستوى؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في فروقات بلا شيء، اللي وده احنا حاضرين.
صحيح. احنا نعين ونعاون وفي نفس الوقت نستفيد ونفيد للمجتمع البحريني والمجتمع الحكومي، وبالفعل يكون عندنا استمرارية واستدامة في التطوير الحكومي لأن البحرينيين هم اللي شايلين البيرد. بالفعل. يعني دكتور لو نرجع شوية ونرجع للكورونا عشان بس ما ننسى الكورونا بهالكلام الإيجابي. طبعا بننساها في شيء احنا اصلا. لا ما تأثر فينا اهم شيء. احنا استمرت الحياة دكتور لذلك ما حسينا بالكورونا. هذه اجمل شيء. يعني اكيد وجود الكورونا واغلاق الجزئي، يعني ما بنقول اغلاق، نعم. او تحول، نعم. التحول من التدريب في الفصول الى التدريب الالكتروني، شنو اجراءاتكم الاحترازيه اللي اخذتوها؟ انا اعرف ان انتم جدا سريعين في اخذ الاجراءات الاحترازيه. هي ليست الهدف، يعني اذا بنتكلم عن الاجراءات الاحترازيه يمكن احنا تحولنا الى التعلم والعمل عن بعد بشكل سريع جدا. الشباب دائما احنا نقول الجيش الابيض، نعم، وعلى راسي، هم اللي بالفعل يخلونا اليوم قاعدين مرتاحين. وفي اللي شغالين الان على ارض الواقع كذلك في المؤسسات، لكن في مجموعه اللي هم مسؤولين عن العمل عن الكمبيوترات. نعم. لولا ذلين الجنود، انا اسميهم جنود مجهولين بالفعل، لولا ذلين كان ما قدرنا احنا يكون عندنا اي تدريب عن بعد. اليوم صارت المؤتمرات الإلكترونية والمؤتمرات الافتراضية صارت جزء رئيسي وعادي، صارت اجتماعاتنا الافتراضية جزء رئيسي وعادي في حياتنا، وهذا اللي قاعدين الآن نشتغل عليه. وخلصنا تونا سياسات في داخل المعهد إن احنا نأصل هذا العمل ونأصل التدريب عن بعد. لذلك أريد أقول التدريب عن بعد صار فرصة. احنا عندنا قناعة إن التعلم فرض على كل واحد، لكن التعليم عن بعد صار عندنا فرصة أن احنا نستثمر أكثر. الشباب ممكن يجون أكثر معانا، واستخدم كلمة الشباب ما يعني أن الشياب لا مثل حالاتي، لأن القطو العود يقول لك ما يتربى، لا أثبت علميا أن القطو العود يتربى ويتعلم ويغير من سلوكياته. حددي هذه عمر للشباب؟ لا، العمر الشباب يبتدي من 60. بالضبط للشباب. لذلك التعلم عن بعد بالفعل فرصة حق كل واحد، سواء كان من خلال بيبا، وبالفعل حياهم الله الكل، لكن كذلك العالم كله اليوم موجود ومتوفر، سواء كان في قنوات السوشيال ميديا ولا في المؤسسات والمنصات الافتراضية الكثيرة اللي موجودة. المهم أن يكون كل واحد عنده هم أنه شلون راح يرتب أمره عشان يتعلم. يعني بعد من ضمن الفرص اللي أفرزتها هذه المرحلة، نعم، أن التدريب صار مجاني، نعم، أونلاين ومجاني، نعم، وجميل جدا. يعني ما في حجة على أحد يقول أنا ما أقدر أتعلم، ولا تقول أنا بروح وباطق مشوار ولازم ألتزم. أنت صحيح. قاعد في بيتك، يمكن أنت وغيرك اللي في البيت يستفيدون بالسمع وغيرها. أنت الحوار معك دكتور صعب جدا، لأنك أنت تستشرف الأسئلة وتجاوب عليها في سياق حديثك. الله يرحم والديك. فأهمية مواصلة التدريب يعني في ظل الأمور والظروف الصعبة اللي تمر فيها المملكة والعالم كله، شنو أهمية؟ ممكن هذا السؤال يطرح، ليش إحنا مستمرين في التدريب؟ هل بالإمكان، خلنا نأخذ مثال على كوفيد-19. نعم. أول ما صارت الأزمة كنا نعرف شنو طبيعتها؟ أبدا. لولا تعلمنا، سواء مثل ما سوينا في البحث الابتكار وشلون نتعلم في إجراءات اللي سويناها الابتكارية، نعم، أو نفسهم الفريق اللي قاعد يشتغل قاعد يتعلم كل يوم معلومة جديدة، تطبيق جديد، أدوية جديدة، تغييرات جديدة، هاي كلها تعلم. صحيح. وما تصير لأن أنا والله بيوصلني خبر، يصير لأن أنا أسعى. صحيح. لهذا التعلم، ما حط يدي على خدي، ما حط يدي على خدي. المنظمات العالمية شنو تقول؟ نفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الحكومية وعملنا اليوم عن بعد. استخدمنا تكنولوجيات كثيرة، أبليكيشنز كثيرة، تطبيقات كثيرة موجودة، كانت موجودة لكن يلا إذا وصار الوقت بنتعلمها. كل هذه فرص تحققت لنا اليوم اللي أعطانا مجال. في كثير من الناس يقول لك الواقع القادم راح يتغير، السفر راح يقل في حق الاجتماعات، طبيعة الاجتماعات اللي كانت موجودة فيس تو فيس راح تقل، لأن الآن العمل الافتراضي موجود، العمل من المنزل لكثير من الأشخاص اللي ما يحتاجون أنهم يكونون في الواقع في أرض الواقع في العمل. صحيح. بإمكانهم أن يشتغلون.
تعرف كثر هذه طاقة كبيرة جدا ممكن أنها تضخ في سوق العمل؟ صحيح. يبقى علينا شلون أن احنا نتواكب مع هذا العمل، سواء كان في التشريعات في العمل الحكومي، نعم، أو في تأقلمنا والمرونة عند الأشخاص في التأقلم مع الأحداث الجديدة مع الآليات الجديدة. كلنا عشنا أتوقع يعني الفترة ما قبل السوشيال ميديا. كلنا عشنا. لا مو كلنا، يعني أنا أختلف معك. كلنا عشنا في الفترة ما قبل السوشيال ميديا. تخيلوا نفسنا إن إحنا لما جاوت السوشيال ميديا قلنا لا ما نبي ندخل في السوشيال ميديا. توقعون حالنا شنو بيكون؟ اليوم نفس العملية. أميين راح يكون. بالضبط. أميين لك. اليوم اللي ما يدخل في ال new technologies. صحيح. بيعتبر أمي. صحيح. ولذلك إذا نأخذ يمكن عندنا الآن مشروع جديد كذلك نشتغل عليه يا رب يقدرنا، لكنه يبي له شوية وقت، وهو أن كيف يكون التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم تعلم الأجهزة وتعلم يكون جزء من حياتنا اليومية أنا وأنت وأنت. صحيح. مو مثل ما نقول إذا كنا نبي شغلة نقول ما الكمبيوتر تعالوا سووا لنا إياه. ما في شيء الحين في السوشيال ميديا تقولون حق أحد عشان يسوي لكم السوشيال ميديا؟ لا أنتوا تسوونه صح؟ بنفسنا. بنفسنا. صحيح. ترى إذا ما يكون عندنا نفس الحس في عملنا اليومي في العمل الحكومي في حتى في القطاع الخاص ما في شك إن الكل يستخدم الذكاء الاصطناعي استخداما للسوشيال ميديا بنكون متخلفين وأميين. صحيح. دكتور يعني الحديث معك جدا شيق وإحنا ما ودنا صراحة ننهي، بس هاي الواقع. لو تعطيني بس كلمة أخيرة تحب توجهها. الشغف اللي موجود عندنا دائما هو أرد مرة ثانية بالكلمة اللي قلناها في البداية، لا يمكن أن احنا نطور نفسنا في عملنا من غير علم. صح. والعلم ما يأتي فقط لأن أنا باقرة، العلم يأتي لما أحط القلم على الورقة، قريت لي كلمتين سجلهم، وين بقولهم مو بلازم تقول. صح. دائما احنا نقول حق عيالنا لما يقعدون يتحفظون حق المدار حق الاختبارات نقول لهم لا تيودون الكتاب وتقعدون تقرون فقط، يودوا الكتاب وكتبوا. صح. نفس الشيء ينطبق علينا كلنا، لما سمعنا شغله في اليوتيوب خلنا نكتبها، نكتب ملاحظات لو نقطعها عقب شوي، بس المهم كتبناها حطينا الورقه على القلم. لولا هذه الاليه قراءه تدبر كتابة ما راح نوصل إلى تطوير العلم، وإذا ما قدرنا نطور العلم إحنا العالم بيسبقنا. بالفعل. مجرد تدوين المعلومة هي ترسخ في الذهن. بإذن الله. أنا والله كان عندي العديد من الأسئلة ومنها شلون كان وضعكم قبل السوشيال ميديا لأن ما لحقت عليها، ولكن بنأجل هذا السؤال. سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا، كل الشكر والتقدير لك، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل وبالتأكيد متواصلين معاكم في مجتمع واعي، خلكم معانا. تقديما لمزيد من التسهيلات في إطار مكافحة فيروس كورونا كوفيد-19، بات العزل الصحي المنزلي الاختياري متوفرا للحالات القائمة، وذلك وفق عدد من الضوابط، وهي ألا يزيد عمر الشخص عن 60 عاما وألا يعاني من مرض مزمن، توافر غرفة خاصة بمقر السكن مع دورة مياه منفصلة، خلو الشخص من أي أعراض للفيروس أو ظهور أعراض طفيفة عليه فقط مع عدم وجود مرضى نقص مناعة في المنزل، إمكانية التواصل مع الفريق الطبي إلكترونياً خلال فترة العزل المنزلي الاختياري، اتباع اشتراطات وضوابط العزل الصحي المنزلي. كما يتوجب على كل من سيخضع للعزل الصحي المنزلي الاختياري اتباع الإرشادات التالية: عدم مخالطة الآخرين، عدم مشاركة الأدوات الشخصية ومنها أدوات الطعام، الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار، لبس الكمام عند الخروج للحالات الطارئة، التخلص من المخلفات بكيس منفصل وعدم إضافته لمخلفات المنزل إلا بعد مرور 72 ساعة، علما بأنه سيتم تطبيق الحجر المنزلي على المخالطين الساكنين بنفس المنزل.
وسيعاملون وفق الإجراءات الموضوعة للمخالطين، كما أنه سيتم متابعة كافة الحالات القائمة بشكل يومي عن طريق أطباء المراكز الصحية ومن خلال استمارة الأعراض في تطبيق مجتمع واعي. وسيتم توفير المستلزمات الطبية من أقنعة، قفازات، معقمات والأدوات البسيطة في حال تطلب ذلك. حياكم الله من جديد وإلى بلاد صاحبة الجلالة، حيث تلعب صحافتنا المحلية دور كبير في ارتقاء المجتمع، ولها دور بارز في زيادة الوعي والتثقيف من خلال نقل المعلومات والحقائق انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية من خلال ما تنشر عبر صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي. بالفعل، واليوم فريق الإعداد اختار لنا أحد المقالات بصحيفة الأيام بقلم الأكاديمية والكاتبة الصحفية ديانة عبد الكريم الجهرمي بعنوان التحديات والفرص في البحث العلمي. خلنا نتابع معاكم ماذا ذكر في هذا المقال. في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بجائحة كورونا، يواجه البحث العلمي تحديات جديدة من نوعها، خاصة في مجالات العلوم الحيوية والطب والصحة العامة، فأصبحت دول العالم تتسابق بحثيا في تطوير لقاح لفيروس كوفيد-19، كما فرضت بطبيعة الحال مقتضيات التباعد الاجتماعي والتعلم عن بعد والتحول الرقمي عددا من التحديات للباحثين والتربويين والناشرين، منها على سبيل المثال عدم القدرة على القيام بعدد من الدراسات المختبرية والميدانية والأنثروبولوجية والصفية، وتلك التي تتطلب أخذ العينات والملاحظات الحية والمباشرة. إضافة إلى ذلك، فإن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن في ظل الجائحة قد يؤدي إلى تقليص المنح البحثية وتوقف الدعم المالي للعديد من الأبحاث المدعومة بسبب وجود حالة من عدم اليقين المالي لدى الجهات الداعمة أو المانحة. إن ما يحتاجه المجتمع البحريني حالياً، بالإضافة إلى جميع المبادرات الرائعة التي قدمتها مؤسسات القطاع العام والخاص مشكورة، هو المزيد من شحذ الهمم وتضافر الجهود من قبل الباحثين والتربويين للحصول على حلول حياتية لمواجهة هذه الجائحة، وتنشيط الفعاليات العلمية لخلق بيئة فكرية نشطة قادرة على طرح ودراسة كل ما هو جديد ومفيد للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي خلال هذه الفترة الاحترازية والاستثنائية. طبعاً للحديث أكثر عن هذا المقال يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأكاديمية والكاتبة الصحفية الزميلة ديانة عبد الكريم الجهرمي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. أهلاً، مساء النور أخي فواز. أهلاً، يا مرحبا. لو تحدثينا أكثر عن أهمية البحث العلمي والتحديات اللي تواجه الباحث. طبعاً في ظل ظروف الراهنة، في ظل جائحة كورونا، إحنا كلنا توقعنا أن هاي الجائحة بتأثر سلباً على جميع المجالات ومنها مجال البحث العلمي، لكن اللي صار أن الجائحة وفرت فرص وتحديات طبعاً في نفس الوقت، لكن الفرص لعلها كانت أكثر من التحديات. الجائحة وفرت بسبب الوقت اللي أتاحته حق الباحثين، وفرت وقت حق خلق مساحة ذهنية، وفرت لنا وقت علشان نعيد ترتيب الأولويات عندنا، وفرت لنا وقت علشان ننظم عملية الإنتاج البحثي عند الباحثين، وبالتالي الإنتاج البحثي صار أكثر، صار في عندنا فرص بحثية جديدة، صار في تكتلات بحثية بينية اللي احنا نسميها interdisciplinary research. طبعا في هاي الابحاث جميع بيوت الخبره او عدد كبير من بيوت الخبره تكاتفت ويعني انتجت بحوث طبعا محكمه وقويه في مجالات بينيه مختلفه، وهاي يعني اثرى العمليه البحثيه
ويعني نتائجها طبعا تم نشرها على القواعد البحثية العالمية مثل سكوبس أو ويب أوف ساينس، وهي نشط البحث العلمي في جميع المجالات طبعا. صحيح. بالحديث عن البحث العلمي وتوفير الوقت اللي وفرته هذه الجائحة، يعني هل المبادرات اللي وفرتها أيضا مؤسسات القطاع العام والخاص أيضا لدعم البحوث العلمية، هل وفرت بالتأكيد هذه المؤسسات الدعم للبحوث العلمية، وكيف تجدين هذا الدعم؟ طبعا احنا مثل ما ذكرتوا في البرنامج قبل قليل، يعني احنا الجهود الوطنية كانت استثنائية وما زالت استثنائية، ويعني البحرين كانت بجهودها كانت دائما سباقة في جميع المجالات وكذلك في مجال البحث العلمي، وإحنا شفنا عديد من الدراسات اللي انتجوها أكاديميين وباحثين وتربويين في جميع المجالات، سواء في مجالات تخص نظم الإدارة، مجالات اقتصادية، مجالات تخص الطب أو في الصحة النفسية، في اللغة، في مجالات ضمان الجودة، وهاي كلها كان بدعم طبعا من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة. وقبل شوي تفضل طبعا الدكتور رائد بن شمس وشرح يمكن عينة من هاي الجهود اللي يشكرون عليها، يعني وهاي كل هاي الجهود تخلينا احنا طبعا نفتخر ان البحرين يعني ما واجهت اي صعوبة من ناحية البحث العلمي، ان هي يعني تعمل هاي النقلة النوعية في البحث العلمي، ويعني تتأقلم بسهولة يعني مع متطلبات ظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا، وهاي طبعا يخلينا نشعر بالفخر يعني لانتمائنا لهاي الوطن اللي بسرعة وفر دورات تدريبية، وفر احنا نشوف يعني طبعا الفعاليات العلمية اللي قائمة بها الدولة والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، صار عندنا مؤتمرات ومنتديات وملتقيات ومحاضرات بشكل يومي، يعني أستاذ فواز إذا طالع الكالندر عندك أو عند أي شخص ثاني بتشوف إنه بشكل غير بشكل شبه يومي. صحيح. في فعالية علمية ملتقى منتدى، وهاي كلها تم توفيرها بشكل مجاني أغلبها يعني بالفعل للباحثين ولل يعني المهتمين بالقطاع العلمي والقطاع البحثي. وهذه جهود إيجابية بالفعل، يعني لما يكون الكلام يعني مزدحم بمثل هذه الدورات التعليمية والأكاديمية، جميل جدا. بالضبط بالضبط، انتقال توفر بشكل جدا سلس، وهي وفر يعني مثل ما نقول فرص كثيرة حق الباحثين البحرينيين، ولذلك لازم احنا نطالع يعني نصف الكأس الممتلئ من ظروف اللي فرضتها علينا جائحة كورونا، يعني مثل ما قلت إن المنتديات، المؤتمرات، الأوراق العلمية اللي تم طرحها يعني في هاي الملتقيات والفعاليات أثرت العملية البحثية العلمية في البحرين وصدرت المعرفة أيضا ليس فقط بشكل محلي بل أيضا بشكل إقليمي وبشكل عالمي. صدرنا المعرفة إلى دول أخرى، وهي طبعا شيء غير يعني غريب على مجتمع مثقف وواعي مثل المجتمع البحريني. أبد أبد. بالفعل الأكاديمية والكاتبة الصحفية ديانة عبد الكريم الجهرمي كل الشكر والتقدير لك، وخلك معنا في البرنامج في برنامج مجتمع واعي، راح بالتأكيد ننتقل معاكم إلى يعني محافظات المملكة الأربع وبنشوف الاختيار اليوم على أي محافظة. أنا راح أسهلها عليك. وين؟ مكان منشئك ومسقط رأسك. محافظة المحرر. نعم. اللي أطلق عليها واللي تشرف. بالعكس بالفعل مثل ما قلت لولو، يعني اللي تشرف أهاليها الكرام بأن أطلق عليها جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه أم المدن والمدرسة الوطنية وقرة عين جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه كما هي محافظات المملكة الأربع. نشوف معاكم اللقطات الجوية وراجعين لكم بالتأكيد. الغالي
اشهد يا ذا التاريخ بعلوم واخبار ارض المعزه لها الا حمدها صقر الجزيره الوائلين اجل الاخيار اللي به البحر زهر عهدها منزلي للمجد وللحق ظهر شيخ انسى على العاليات وعصتها على دروب الخير بين المناسار نظر نجوم العز ثم انصادها عشاك تبقى يا حمد طول العمر يا فال خير من البلد يا سعدها كل مننا يدعي لك صغار وكبار يسلم لنا ومليون يسلم حمدنا تذهبك البحرين يا رمز هالدار وتباهي الدنيا بكم يا سندها الدنيا هذه كلها توقف كبار تشهد بأن المملكة أسعدها شفاف عهدك يا حمد ما هو بسرار مو كلمة هنا ندعيها ونردها حسادنا مليكنا والله كثار هذا لأن كلمتك دوم قدها العلم واللف الرياضة بالصرار صارت لنا انجازات نكثر عددها اثبت بأن العهد عهد الابهار والمملكة يسعد بها بس تطلبوا تامل هذه دين
يلا تحفظ ابو سلمان، اذا المخرج يبي الموسيقى تستمر انا بغنيها عندك. يلا تحفظ ابو سلمان، هذا اللي قاله تحت الهواء. ما شفت فواز سوا فيني تعصب اهل محرق، ما ندري متى بنتخلص منه. يعني قاعد يسولف لي عن مواقف اهل محرق وعن ولائهم المطلق وعن كثير من الامور والالقاب اللي توج بها صاحب الجلاله المحرق وبعض المواقف. هذين اهل محرق ما شاء الله عليهم، يعني عندهم فعلا تعصب المحرق، ومحرق تستاهل. محرق فعلا هي قرص، اكيد قرص العين والمدرسه الوطنيه والمحرق مهد التعليم. وحين فقرتنا عن التعليم، مملكه البحرين تواصل في احتلال مكانه متميزه في تقارير التعليم للجميع الصادره عن منظمه اليونسكو، الى جانب العديد من التقارير الدوليه الاخرى اللي اكدت على رياده المملكه في مجالي التعليم والتنمية. صدقت يا فواز، وزارة التربية والتعليم تحرص دائما على تعزيز مهارات ومواهب الطلبة وخصوصا في مجالات التنمية المستدامة. واليوم مدرسة الحد الثانوية للبنات حققت المركز الأول عن مشروع تعقيم في كل مكان، وهو عبارة عن غطاء للهاتف الجوال يحتوي على معقم لمواجهة هذا التحدي الصحي في مختلف الأماكن من خلال حملها لأجهزتنا الذكية. يعني حتى الاختراعات من وين؟ من رحم الـ الـ الأزمات والمحرق. مدرسة الحدة الثانوية للبنات. أنت للحين عارف يعني هذا المشروع. هذا المشروع مشاهدينا فاز بالمركز الأول في الحفل الختامي الافتراضي للنسخة الثانية من مسابقة أولمبياد المدارس ريادة الأعمال والابتكار، الولوج لتحقيق أهداف التربية المستدامة 2030 اللي نظمه مكتب ترويج الاستثمار في التكنولوجيا والمركز العربي لريادة الأعمال والاستثمار التابعين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو. وخلال هذه النسخة من المسابقة تأهل 69 مشروع من أصل 190، وهذه المشاركة اللافتة أكدت نجاحها والسمعة الطيبة اللي حققتها في أوساط الطلبة، كما أثبتت التطور الكبير اللي حصل في الأفكار ومشاريع الطلبة. خلنا نتابع معاكم اللقطات التالية وراجعين للحديث أكثر عن هذا الموضوع. طبعا للحديث اكثر عن هذه المسابقه يسرنا ان تكون معنا في الاستوديو الدكتور امل الجودر، خبيره تعزيز الصحه في منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه اليونيدو. مساك الله بالخير دكتوره، وسعداء جدا بوجودك معنا. انا اسعد ولو انكم سهرتوني بس ما علي. يعني دكتور الحين نام من وقت؟ نعم نام بكير وصحى بكير. شوف الصحه شو بتصير. دكتوره واحنا يعني سهرانين معاك اليوم. نعم. في يوم استثنائي. هو يوم استثنائي اكيد. خلينا نتكلم عن الابتكار دكتوره والتوجه. نعم. لرياده الأعمال
من قبل الطلبة، كيف تشوفين مواهبهم دكتورة وهذا الانفتاح في هذا المجال؟ طبعا قبل أبتدي عن هذه، طبعا أحب أكد أن هذه المسابقة تي يعني تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بالاهتمام بالذكاء الاصطناعي وتهيئة البحرين حتى أنها تكون مستعدة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي. وهذه بعد هي تقام للسنة الثانية، يعني السنة الأولى كانت خلينا نقول بايلوت، يعني كانت على 8 مدارس. وبعد نجاحها في التجربة الأولى السنة تعممت على كل المدارس الثانوية بنين وبنات. مثل ما تفضلتي كانت 31 مدرسة اللي مشاركة، 19 مدرسة بنات و12 مدرسة بنين كل المرحلة الثانوية. صار تدريب حق المدرسين نفسهم قبل 15 ساعة تدريبية معتمدة، وبعدين هذين المدرسين قاموا يدربون الطلبة، وإحنا يعني مع أنا وبقية الفريق اللي في مستشارين من ريادة الأعمال كنا نروح لهم ونزور المدارس نشوفهم. الأفكار بصراحة يعني كانت جدا جدا مبتكرة، وشي يعني يعني سوء واحد لو يشوف قاعد سبحان الله شلون يتم هذه الفكرة على بالهم يعني. دكتورة شلون توائم وجود هذه الفكرة المبتكرة مع الكورونا يعني؟ لا هذه هم طبعا هذه لما لأن هم ابتدت هي المسابقة من الكورس الأولي الفصل الأولي يعني العادي. لينا في عطلة الربيع وقفت، وبعدين على أساس أنه بنواصل معاهم عقب عطلة الربيع زاروا اللي هو مثلا وزارة التجارة، زاروا تمكين، زاروا الحاضنات، وهني يبتدون يشتغلون من قبل يعني يفكرون ياخذون اهداف التنميه المستدامه نشرح لهم بالتفصيل شنو 17 هدف، شنو ممكن انهم يسوون، يجيهم احد من التسويق يشرح لهم شلون يسوقون فكرتهم، احد شلون يحط ميزانيه، يعني يتم تدريبهم على وضع خطه عمل حق مشروع رياده اعمال او دراسه جدوى خلينا نقول بصوره مبسطه وتتناسب مع عمرهم. فهم بعدين يبتدون عندهم ساعات يغيرون الافكار، يعني يبتدون فكره وبعدين يغيرونها. فلما جت مسألة الكورونا في فبراير، في اللي يبي يسوي كمام واللي يبي يسوي هذه المعقم في كل مكان، في مثلا اللي هو طبعا ثلاثة المشاريع اللي فازت، يعني واحدة مثلا الابليكيشن عن دروس هاي بعد جت من وحي ونفذوها. نعم. يعني مدرسة مدينة عيسى الثانوية نفذوها، وعندك الثاني بعد اللي هو تحويل اللي هو الانابيب الكهرومائيه اللي هو ياخذون الماء اللي مثلا في البيت تستخدم تغسل يدك حوضك. نعم. ان هذا الماء يتجمع ويعاد يعني استخدامه. نعم. حتى في البيت في الزراعه. نعم. مثلا من الافكار اللي ايضا يعني تقدموا بها يعني فندق حق حيوانات. يعني اللي تعرفين لأن الجيل هذي أحنا. نعم. متعود على الحيوانات الأليفة، فإن شلون إذا أنا مثلا بسافر وين أخلي. ففي أفكار كثيرة، مثلا عندك أبليكيشن أيضا كثيرة مثلا شيء تساعد العميان النظارة أن يتحول الكلام في أبليكيشن أن الوصف المكان فيصير حتى يقدرون يقرونه. في مثلا فكره بعد حتى شو يسمونه حق الصيد وين تلاقي الصيد. ففي يعني افكار متنوعه، ويعني وفي ظل هذه الظروف يعني انهم يعني قدروا يوصلون بافكارهم، قدروا ان يسوون يكتبون المشروع، قدروا انهم يسوون في هذه الاشياء في ظل هذه الازمه، في ظل التعليم عن بعد، هاي بروحها يعتبر انجاز. فاحنا نقول يعني هم تقريبا عدد الطلبه اللي شاركوا 880 طالب يعني. نعم. اي فحتى نقول يعني حتى اليوم كان يقول دكتور هاشم في كلمته يعني يقول حتى الطلبه اللي ما فازوا احنا نعتبرهم فايزين، انت مجرد في دخولك هاي البرنامج واكتسابك هذه الخبرات يعني كفايه انهم عرفوا الاهداف التنميه المستدامه، كفايه انهم صار لهم دور ايجابي، كفايه انهم يعني اصلا صاروا يفكرون هم اوت اوف ذا بوكس يعني. بالضبط. ايه يعني شاركوا في فرق هاي بروحها بحد ذاتها نجاح، تعلموا التعليم الجماعي. صحيح. عززنا عندهم ثقافه، وبعدين احساسهم بالمواطنه يعني. لازم يحس الطالب انه هو حتى مو بروحه، يعني في جهات بتساعدك، وزاره التجاره بتساعدك، تمكين حتى لو فكرت انت
في مشروع حق المستقبل كاريرة عمل، يمكن الوظائف الحين عارف ان الوظائف يعني بتقل يعني خاصة مع جائحة كورونا، فيعني شلون انا اطلع بعد بفكرة اني ممكن انفذها. دكتور هاشم وعدهم هذا المركز الاول انه بياخذ الفكرة وبيلاقي لها المستثمرين بحيث انها تصير، لانه يقول هاي وقتها الناس الحين محتاجة هذا الشيء وبيسوقها وبتصير يعني انها هي تتنفذ على ارض الواقع. فهذه كم يسوى يعني هذه بالفعل. مجرد يعني رده فعل حق الطالب على الطالبه على اهله لما يرجع، يعني بصراحه يعني مشروع جدا جدا، وانا يعني سعيده جدا ان انا اكون جزء من هاي المشروع. احنا سعداء واحنا نسمع هذا بالفعل الكلام بالفعل، يعني جميل جدا ان نطالع ان في حاضنه لافكار افكار الطلبه. صح. وايضا مو بس ان الفكره تظل فكره، بالعكس يتحول الى مشروع تجاري. اكيد وزاره التربيه والتعليم كانت على نفس الخط اللي يمشي عليه الطالب من خلال مواكبه التكنولوجيا والتعاون مع المنظمات المختصه من خلال هذه المسابقه. لو تكلمينا ما هي ابرز مخرجات المسابقه خلال هذه النسخه؟ يعني ابرز المخرجات مثل ما قلت لك ان هي يعني نمت مهاراتهم، مسألة الانتماء، مسألة ثقافة الابتكار، مسألة العمل الجماعي، مسألة هذه كل الأمور وتعرفهم على البلد. يعني لأن البرنامج أيضا في زيارات ميدانية، يعني يوون في عند اليونيدو، راحوا حق تمكين، وزارة التجارة، بنك التنمية، الحاضنات اللي في الحيد، هاي كلها يعني راحوا كان بعد العام زاروا أماكن أكثر السنة لأن بسبب الجائحة، يعني يدوب في بداية الفترة اللي قاموا الزيارة. فهذه كلها يعني حتى عطتهم، يعني حتى الطلبة لما تشوفينهم يعني أول مثلاً سيشن تروحين أو وشي وبعدين عقب فترة تروحين لهم تشوفينهم حتى تفكيرهم غير. نعم. ثقتهم بنفسهم غير، قدرتهم أنهم يناقشون الأفكار، فهذه بروحها في حد ذاته كلها مكسب وكلها مخرجات. وإذا يعني الحين يعني الحين حتى إن شاء الله يعني المشروع نفسه ذي اللي هو يعني مسابقة أو أولمبيات المدارس بينتقل من البحرين إلى الوطن العربي من خلال اليونيدو، بس بتتم إن هي البحرين، لأن البحرين عندها يعني اليونيدو عندهم اللي هو النموذج البحريني في ريادة الأعمال. نعم. وهذه الحين يطبق في 50 دولة ويسمى باسم النموذج البحريني، فهذه بروحها يعني يعطينا فخر يعني احنا كبحرينيين ان في شيء في العالم يروح تركيا، يروح الهند، يروح الصين، هي اصلا دول يعني لها ثقلها، لكن يقول لهم النموذج البحريني يستشهدون بالنموذج البحريني بالضبط. يعني دكتوره بعد في موقف ثاني خلينا بعد نفخر ان رغم الجائحه ما توقفت المسابقه، يعني في لو ناس ثانيين كان قالوا لا خلاص جائحه والطلبه اوريدي مشغولين وقف نشاطنا وخلاص نحجب الجائزه هذه. اي والله صدق بالضبط. اي لا كان الدكتور جدا مصر عليه، وكان اصلا موعدهم باشياء. الجائزه الاولى كان المركز الاول بيروح تركيا، كان المفروض بيصير معرض حق رياده الاعمال وبيوديهم اكسبو دبي ان شاء الله يوديهم. اي بس الحين طبعا السنه لان ما كان المفروض هو في السنه بالضبط. كان يصير بس الاكسبو تاجل يعني إيه، فيمكن السنه الجايه يكون حظهم ان شاء الله يروحون. بالضبط دكتور، يعني في دورات انتم قدمتوها للطلبه ومن ضمنها تنميه المهارات وطرق حل المشاكل، شلون قدرتوا توصلون المعلومه للطلبه في هذه السن المبكره؟ يعني من خلال تشكيل فرق العمل، يعني هو تعليم بالتنفيذ، يعني عارف انه خلال التدريب العملي بالضبط الاسلوب، يعني ليرنينج باي دوينج، هم يعني هم يسوون هذا الشيء هم بروحهم يتعلمون هذا الشيء. وبعدين احنا مثل ما قلنا بعد وجود المدرسين معاهم، طبعا المدرسين كان لهم دور جدا يعني مهم لان هم بعد اللي معاهم طول الوقت، يعني احنا كنا نروح لهم في زيارات وذي، لكن المدرسين والمشرفين على هذه كانوا جدا محبين للفكره، جدا متحمسين، فهذه شو يسمونه اعطاهم ايضا يعني دافع وشجع الطلبه معاهم. جميل جدا، واكيد لنا وقفه مع فريق الاعداد اكيد تواصل مع الطالبه ورود احمد من مدرسه الحد الثانويه للبنات اللي هي حصلت على المركز الاول عن مشروع التعقيم في كل مكان، اسمك جميل يا ورود. طبعا هم سالوها عن الفكره وشلون ياها الالهام لابتكار هذا المشروع، خلينا نتابع ونشوف شنو كانت رده فعلها. أثناء رحلة البحث عن أفضل مشروع للمشاركة في مسابقة اليونيدو، وفي يوم أثناء خروجي من المنزل تمنيت أن يكون لدي بدال الهاتف معقم، أو على الأقل أن يكون في الهاتف معقم. ومن هنا انطلقت هذه الفكرة، فتوجهت إلى زميلاتي في برنامج التيمز لأخبرهن عن الفكرة، وأحسست أيضا بمسؤوليتي أمام المجتمع.
فكان بهذا الابتكار للتخفيف من انتشار فيروس كورونا. وابتكارنا هو عبارة عن غلاف للهاتف متعدد التصاميم والأشكال، يحتوي على معقم لاستخدامه في الوقاية من الفيروسات والبكتيريا والفطريات. وقد حققنا خلال هذا الابتكار ثلاث من أهداف التنمية المستدامة. إحساسها بعد الفوز المستحق في هذه المسابقة الدولية الكبيرة كان رد ورود كالتالي، خلينا نتابع معك. أنا وايد فخورة بهذا الفوز، وأهدي هذا الفوز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى الداعم الأول للشباب في مجال الابتكار الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وإلى مدرسة الحد الثانوية للبنات، وإلى معلمة المشرفة الأستاذة مريم الرميحي وزميلاتي المشاركات. وسؤالنا الأخير للطالبة المتميزة ورود أحمد كان عن طموحها للمستقبل، خلنا نتابع إجابتها. أنا وايد مستانسة بالكلام اللي قال اليوم في الحفل، المشروعنا راح تشوف النور قريبا وإن شاء الله راح تكون لي مشاريع في المستقبل، وباشتهد في دراستي عشان أحصل معدل عالي ويأهلني إني أحصل بعثة الطب في مجال جراحة المخ والأعصاب. عودة لكم مجددا من خلال الحديث الممتع مع دكتورة أمل. لكن دكتورة سمحيني قبل أسألك السؤال، أنا بعقب على يعني ورود، هي فعلا وردة وورود، هي مجموعة ورود، فكر ثاقب نير، الله يحفظك يا ربي إن شاء الله يا ربي، ونشوف أمثالك كثير يا رب تكونين قدوة حق كل طلبة البحرين. يعني شفنا حس الوطنية عندها لما قالت أنا راح أهدي هذا المنجز لوطني البحرين، إحنا فعلا فخورين فيك ما شاء الله عليك، وتسلم يد ربتك يعني. ونشوفك في المستقبل إن شاء الله من رواد العمل، جراحة طبيبة في الصفوف الأولى إن شاء الله يا رب إن شاء الله. يعني الدكتور احنا نشوف هذا التعاون بين اليونيدو وبين وزارة التربية والتعليم ما توقف رغم ان الجائحة كانت موجودة، لو تكلميني عن هذا التعاون البناء بين اليونيدو ووزارة التربية والتعليم. هو طبعا التعاون بين اليونيدو ووزارة التربية والتعليم مو يعني وليد اليوم او امس، يعني حتى هم يعني قبل لا انا انضم لهم تقريبا 10 سنين سووا هذه، بدأوا هالمشروع ودربوا كثير ودخلوا منهج ريادة الأعمال حق التجاري في البي، وصارت أولمبيات بعد على مستوى البحرين، وحضرها وزير كان بعد دكتور ماجد النعيمي هو وزير التربية، وصار احتفال كبير ذي، بس عقب انقطعت والآن يعني من سنتين رجعنا إن المشروع. الدكتور هاشم قال لا لازم نرد نحين مشروع، لأن قال إذا إحنا نبني يعني ثقافة ابتكار في البلد وثقافة ريادة الأعمال لازم نبتدي من سن صغير، يعني ما يصير ننتظر لما يكبرون وبعدين بي. فاجتمعنا مع الدكتورة أستاذة لطيفة بنوضة قبل وشرحنا له طبعا، وهي كانت عارفة لأن كانت أياميها في ذي كانت في المناهج أو شيء، فكانت عارفة المشروع يعني ولمة بالموضوع. إيه فالمهم لا بالعكس رحبت بالفكرة ونقلناها لسعادة الوزير، بس قلنا إحنا المدام بنبتدي بنبتديها على مصغر،
خذينا 8 مدارس، مدرستين، مدرسة بنات مدرسة بنين في كل محافظة. ولما شفنا الطلبة يعني شقد مستفيدين وشقد مستانسين من المشروع، وسوينا لهم حفل توزيع بعد، ونفس الشيء في النهاية الختام كان في مدرسة المعرفة العام، فقلنا لا السنة نبي نعممها على كل المدارس. طبعا وكان مخطط لنا يصير بعد احتفال كبير انه يعني في على الاقل في الفورمولا او مكان ثاني، بس طبعا جات الجائحه فكنا بين خيارين، يعني يا انه خلاص بس ما في فايده وذي، او ان قلنا ما دام التربيه مواصله على التعليم من بعد وما قطعت ذي، فاذا حتى هذا المشروع ممكن انه يواصل بالفعل. ومع اصرار يعني الدكتور هاشم ومع هم ايضا يعني ايمانهم بالمشروع ومدى تاثيره على الطلبه وغيره، فلا وافقوا انه خلاص خلينا نواصل المشروع، وهم من خلال نفس الشيء يعني من خلال التباعد والتواصل بين بعضهم بعض قدروا يطلعون بهالمشاريع. وان شاء الله السنه الجايه تكرمون يعني فائز جديد وتكرمون ورود بعد مره ثانيه. يكرمها ويستحقون التكريم صراحه. فكره ابداعيه من فعلا يعني فكره بالضبط، فكره ومفيده جدا بالفعل. يعني انا لو ورود تطرحين المشروع في السوق انا اول واحده بشتري من عندك الكفر والتليفون اللي فيه معقم. انت ثاني واحد. انا لفت انتباهي دكتور ان عدد المشاركين من مدارس الاناث اكثر من مدارس الذكور. يعني اللي ترى هو مو تحيز ابدا، ولكن يعني انا كانت في بالي هالفكره، انا قلت لهم لا بتي معاي. لا انا بقول لك انا خليت فواز يسال ذي السؤال، قولي ليش؟ لانك من اول ما ابتدى البرنامج الحين مده 3 اشهر وكل ما يصير شيء طلعني الاناث والاناث، شوف الاناث تفوقوا اكثر. 76% اللي من وصلوا للمراحل النهائيه من مدارس البنات. هاي معناته لازم نشجع، هذه بعد يعتبر دراسه ونتائج. لا اللي وصلوا اللي وصلوا للنهائي يعني في معناته انه لازم بعد نشجع الذكور ونعطيهم الدافع ايضا للمنافسه في المستقبل على الاقل الموسم الجاي. المنافسه قويه قويه جدا. جندريا جندريا حتى اذا جندريا يعني ما شاء الله السنين الاخيره كلها حتى لائحه الشرف يعني معظمها من الطالبات. اي دكتوره عندك اياها. اي يعني هاي ما فيها ايش ما قالوا الذكاء الاصطناعي، قال ابراهيم التميمي عند البنات اكثر. قال فعلا فعلا. انا ما امشي على دراسه علميه، لا تقولين اللي قالوا وقالوا، وانا بنشوف الحين من اللي زين. اكو يقول لك كم؟ 76% 76% الظاهر في تقصير، في تقصير، لازم تجذبون الشباب اكثر منا يعني مو منهم هم. فشلون نشجع دكتورة المدارس الخاصة بالذكور على المشاركة بشكل أوسع والمشاركة في هذا المجال تحديدا؟ لا هو تشوف بعد هم الـ يعني اللي فات المدارس كان الاثنين متجاورين. أنا أعتقد أن هي مسألة الجائحة أثرت على مدارس الذكور أكثر من مدارس البنات. هذا الكلام الصحيح. إيه بس يعني الاثنين هم صراحة مبدعين. لا أكيد يعني أكيد. وما دام كلهم بحرينيين احنا ما تخف. لا لا احنا عندنا عرج دم وعرج ابتكار وذكاء. نعم نعم نعم. والله دعابه يعني المراه اللي قالوا نصف المجتمع بالفعل هي نصف الاكثر نصف المجتمع الاخر تربي النصف الاخر. انا اعلن الاستسلام يعني دكتوره امل ودكتوره لولو جايبين لي عناصر نسائيه انا وين بقى. دكتوره امل انا مالي الا اشكرك في الاخير خبيره تعزيز الصحه في منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه اليونيدو، كل الشكر والتقدير لك دكتوره. لكم الله يخليك. الله يسلمك. لا تذهبوا بعيدا، فاصل واحنا مواصلين معاكم في مجتمع واعي. اكبر مشكله في كورونا انك ممكن تكون مصاب وانت ما تدري، اقصد انك تعيش يومك طبيعي ما تحس باي اعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلاً لو هالشخص ما زار صديقة، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار،
والفرق هو أنت. مشاهدينا ننتقل إلى زميلي فواز اللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لهذا اليوم. تفضل فواز. شكراً للو. بالتأكيد راح نستعرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الأربعاء 17 من شهر يونيو 2020. فقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 438 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. وقد بلغت الحالات القائمة 5638 حالة، وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 5613 حالة، فيما يبقى 25 شخص تحت العناية، نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 133 حالة، أما المتعافون فيبلغون 13866 ألف متعافي. الوفيات 49 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 540 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 349 حالة لعمالة وافدة و187 حالة لمخالطين وأربع حالات قادمة من الخارج، وتسجيل حالتي وفاة وتعافي 599 حالة. هذه كانت آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الأربعاء، والعودة لشلول وتفضلي. شكرا لك فواز، الله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. مثل ما شفتوا قبل شوي مشاهدينا، في كل حلقة هناك فقرة يومية وهناك إحصائية لمتابعة وضع الحالات المحلية، فرجاء أن لا تكون أنت واحد من هذه الأرقام، لذلك تحلى بالمسؤولية وروح الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. بالفعل فواز، اليوم كل فرد يجب عليه اتباع التعليمات الوقائية في التعامل مع هذا الفيروس، بلبس الكمام وغسل اليدين باستمرار والبقاء في البيت والخروج للضرورة فقط، وما ننسى بعد ضرورة تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، فبهذه الإجراءات بإذن الله راح نحد من انتشار هذا الفيروس. كلنا يا لولو فريق البحرين وكلنا لنا دور وعلينا واجبات اتجاه هذا الوطن، يجب علينا نسويها في هذه الفترة الاستثنائية لدعم الجهود الوطنية اللي يقوم فيها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، اللي يضم في صفوفه نخبة من الخبراء والمختصين في عدة مجالات. صدقت هالتنوع والتكاتف في الجهود يا فواز ما وضع البحرين في مقدمة الدول اللي اتخذت إجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، والله يحفظ البحرين وأهلها. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من برنامج مجتمع واعي، نلقاكم بكرة في حلقة جديدة مع الزملاء بسام ورقية، وفي أمان الله. فمان الله وحفظه، مع السلامة.